بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله الجزء الأول من هذه الحلقة هيكون فيها ضيفي النجم الكبير كابتن أشرف ممدوح نجم النادي الأهلي السابق. أما الجزء الثاني من هذه الحلقة أيمن جيلبرتو وصبري سراج هيكونوا معانا، وهنتكلم عن أهم الإحصائيات الخاصة بكل المباريات خلال الفترة السابقة. خلوني أبدأ هذه الحلقة بكلام مهم جدا. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تخليد ذكرى المرحوم الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بإقامة تمثال له بمقر النادي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم، وذلك تقديرا لعطائه الكبير وإخلاصه اللامحدود على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجا للمسؤول العاشق لوطنه وناديه. جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل وهما الدكتور خالد العمري والدكتور هشام العمري، ومعهما إبراهيم العمري نجل الوزير العمري فاروق. وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم 30 مارس المقبل حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه ضمن فاعليات الحفل المشار إليه. هذا ووجهت عائلة العمري فاروق الشكر الخالص لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام وتقديرهم لعطاء العمري فاروق وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي وبنائب مجلس إدارته. الحقيقة بالنسبة لي هذا الخبر خبر رائع جدا، وخبر أنا سعيد جدا. من الحاجات اللي تخليك دايما تبقى مبسوط ما يحدث داخل النادي الأهلي، من أمور تخليك دايما تبقى فخور بالنادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وباسم كل من يمثل النادي الأهلي. أنا كمان بشكر كابتن محمود الخطيب وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه اللفتة الرائعة. أنا كنت متأكد أن هتحصل حاجة كل الناس تتكلم عنها، لأنه الكابتن محمود الخطيب برضو خلال الفترة السابقة، كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وإبراهيم العمري نجل الوزير العمري فاروق اللي هو قاعد في أول واحد جنب الكابتن محمود، ثم دكتور هشام العمري أخو الوزير العمري فاروق، ثم دكتور خالد العمري أخو الوزير العمري فاروق، دكتور هشام يعني ودكتور خالد إخوات الوزير العمري فاروق. حاجة أنا هقولها النهاردة، أنا بقول أو بقالي كام يوم كده بقول أسرار كتيرة جدا، لكن هقول لحضراتكم سر. كابتن محمود الخطيب في بعد وفاة الوزير العمري كنا يوم الجمعة، وكنا رحنا المستشفى وخدنا المرحوم ووديناه على المقبرة. يعني ربنا كرمني وقدرت ان انا انزل، فانا يعني شايلين انا وعدد كبير من الموجودين ومن محبيه واخواته وابنه كلهم كانوا موجودين الحقيقه، فانا ما كنتش عارف مين اللي تحت. فوانا نازل كابتن خطيب كان واقف جوه تحت في المقبره تحت على اليمين. فكابتن خطيب انا يعني مش عارف، مش واخد بالي، يعني انا نازل واخد وببص كده لقيت الكابتن واقف على اليمين، بصيت للكابتن كده، فالكابتن كان لابس النضاره وواقف، ويبدو مش يبدو هو كان، انا مش عارف اقولها ازاي الحقيقه، وهل من حقي ان انا اقول كلمه زي دي على الكابتن ولا لا، ولكن الكابتن كان متاثر بطريقه من المرات القليله جدا في تاريخ حياتي اشوف الكابتن محمود الخطيب متاثر بهذا الشكل، متاثر على شخص كان له دور كبير جدا في النادي الاهلي، وشخص كان له ثقل كبير جدا داخل النادي الاهلي. انا قررت ان انا ما اقولش الكلام ده لحد، ولكن دلوقتي الحقيقه وبعد ما شفت اللي انا شفته وبعد هذا القرار
الحمد لله الواحد كان يعلم هذا القرار بقالنا يومين ثلاثة، وكابتن خطيب نفسه كمان كان يعني عايز يعمل افضل حاجه. كابتن خطيب يبقى مجلس الاداره، انا هنا لما بقول كابتن محمود الخطيب يبقى بقول مجلس اداره الاهلي كاملا، عايزين يعملوا حاجه يخلدوا بيها ذكرى هذا الرجل المحترم. الرجل ده كل ما تيجي تتكلم مع حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يقول لك احنا فقدنا حد يعني ركن اساسي وكبير جدا جدا في مجلس اداره النادي الاهلي. ف شكرا مره تانية لمجلس اداره النادي الاهلي على بتخلونا نبقى واحنا بنتكلم عن اي حاجه او ما يخص النادي الاهلي او بندافع او بنعمل اي حاجه للنادي الاهلي بنبقى متاكدين ان احنا ورانا يوم لما حد فينا هيحصل له حاجه هيبقى ورانا 70 80 مليون اهلاوي طبعا، وفي نفس الوقت هيبقى ورانا مجلس اداره محترم، مجلس اداره يعي تماما معنى كلمة النادي الأهلي وحب النادي الأهلي، وإن هذا الرجل أو هذه الشخصية الوزير العامري فاروق كان قد إيه بيحب هذا النادي وقد إيه كان بيعمل لهذا النادي ولصالح هذا النادي، وبالتالي وجب تكريمه بهذا الشكل. فمرة تانية وتالتة ورابعة أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن دي كمان لفتة للأجيال القادمة إزاي نحافظ على الأسماء اللي بتتعب عشان خاطر النادي الأهلي وبتموت علشان خاطر النادي الأهلي. فدي لفتة جميلة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الأجيال. خدوا بالكوا إن النادي الأهلي مهما حتى لو أنت في جوه التراب مش هيسيبك. مش هيسيبك بتخليد ذكراك، وشفناها قبل كده خلال السنين اللي فاتت في كذا مرحلة وكذا أمر بيحصل وبتحصل كل سنة. فيعني الحقيقة الواحد سعيد جدا جدا ان هو بينتمي لهذا النادي الكبير والعريق ذو الاصول الكبيرة والمحترمة. عشان كده احنا من 1907 وحتى الان بنحب هذا النادي وهنفضل في ظهر هذا النادي، وحتى لما نموت هنفضل بنحب هذا النادي وهنفضل في ظهر هذا النادي. يعني بعثة النادي الاهلي منتظرين وصولها بعد قليل ان شاء الله لغانا استعدادا لخوض مباراة ميدياما الغاني بكرة او يوم الجمعة الساعة 6 ان شاء الله. طبعا مباراة مهمة جدا الاهلي بيبحث فيها عن الفوز لمواصلة صدارة المجموعة. الفريق اتجمع النهاردة في التتش وبدأت رحلة الفريق الى السفر لغانا برئاسه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره. طبعا كلنا شفنا الاخبار اللي اتنشرت بشان العطل الفني اللي حصل في طائره النادي الاهلي. الحمد لله البعثه وصلت بالسلامه، او يعني ان شاء الله اول ما هتوصل هنقول لحضراتكم ان هي وصلت بالسلامه، وان شاء الله ان شاء الله تكون رحله يستطيع من خلالها او العوده بعدها النادي الاهلي يفوز بهذه المباراه ويصل للنقطة رقم 9 ونقترب تماما من الصعود للدور الثاني. الأهلي طبعا بيعاني من غيابات عديدة، 10 لاعبين الشناوي، متولي، خالد عبد الفتاح، ديانج، نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد عبد القادر، كهربا، عدد كبير من الغيابات، غيابات مهمة جدا، ولكن الحقيقة كلنا ثقة كبيرة جدا في لاعبة النادي الأهلي اللي موجودين في المعسكر. خلونا نستعرض مع حضراتكم قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة. مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، علي معلول، كريم دبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسين الشحات، إمام عاشور، السولية، أفشة، كريم ندفد، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، بيرسي تاو، مصطفى أبو الخير، أنتوني مودست، ووسام أبو علي. هذا هو مجموعة اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين خلال هذه الرحلة. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كمان رئيس نادي ميدياما الحقيقة بدأ المباراة. يعني إيه بدأ المباراة؟ يعني رئيس نادي ميدياما اتكلم عن النادي الأهلي واتكلم عن إنه بنوعد الشعب الغاني إن إحنا بكرة في مباراة أو بعد بكرة في مباراة الأهلي هنفوز على النادي الأهلي. فرئيس نادي ميدياما الغاني موسى بركر قال كده في التصريحات. دي بداية المباراة. هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك إنه هناك البعض بيحاول إن هو يلعب نفسي الأول قبل المباراة،
هو شايف ان فريقه اقل فنيا من النادي الاهلي، ده ما احنا متاكدين منه وعارفين، ولكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح الملعب شكل مختلف وامور اخرى. موسى بركر قال لك ايه؟ انه هدف فريقه من هذه المباراه هو الفوز على النادي الاهلي، وان جميع اللاعبين هيبذلوا اقصى مجهود، وان المباراه دي تعني لهم الكثير والكثير، وقال ان هم عندهم رغبه وطموح في تكرار ما فعله مديامة 16 عام 2016 عندما فاز على مازيمبي الكونغولي، وكانت مفاجاه قويه جدا. عشان كده هو شايف ان الفوز على النادي الاهلي مش هيكون صعب، هو بيقول كده، وان الفريق مر بنفس الظروف والاجواء دي قبل كده وقدر ان هو يحقق الفوز. وقال كمان ان هو مش متوقع ان فريقه يحقق الفوز، ولكن في سعي ورغبه قويه كمان انه محتاج دعم كل وسائل الاعلام الغنيه. وقال ان يوم الجمعه سنفاجئ الغانيين بالفوز على الاهلي من اجل الاقتراب من التاهل للدور القادم. وقال ان هو رصد مكافآت كبيره جدا للاعبين لتحفزهم على السعي لتحقيق الفوز على بطل افريقيا. هكمل كلامي في هذا الامر، ولكن خلونا نروح لاحد النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي وعمل مدربا للنادي الاهلي، مدربا لحراس المرمى في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن طارق سليمان. يا كابتن طارق ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله كويس؟ تمام يا كابتن، والله الحمد لله يا كابتن. الحمد لله، الحمد لله. اولا يعني طمنا عليك وطمنا على احوالك واخبار الدنيا معاك ايه؟ والله يا كابتن الحمد لله تمام زي الفل. احنا مع المقاولين العرب شغالين، مع المقاولين العرب مع كابتن محمد عوده، اخر مباراه تعادلنا مع فيوتشر 2-2. كانت نتيجه مهمه ان احنا نبني عليها في اللي جاي. يعني كابتن عوده لسه جاي الفتره الاخيره دي، يعني دي ثاني مباراه بالنسبه له. طبعا الفرقه مش في افضل حال، يعني الموسم ده غير الموسم اللي فات تماما. من وجهه نظركم يا كابتن، شايفين المقاولين ازاي؟ لانه يعني كلنا كنا متوقعين ان نرى المقاولون بشكل مختلف. ما فيش شك طبعا، احنا الموسم ده يعني البدايه بتاعتنا مش افضل حاجه، تعادلنا في ماتشات كتير وخسرنا برضه مباريات كتير، ولكن طبعا لسه الدوري طويل وعندنا مشاكل كتير لسه، وعندنا ان شاء الله طموح ان احنا ان شاء الله الدور الاول ما يخلص ان احنا نبقى محتاجين بس مكسب. عارف دايما المكسب بيفوق والمكسب بيدي ثقه، فمحتاجين مكسب ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندنا المصري يوم الاثنين اللي جاي. يعني بنستعد، احنا كان عندنا طبعا النهارده كان عندنا اجازه، لعبنا امبارح مباراه وديه، وبنستعد ان شاء الله مباراه المصري. مصر عامل نتيجه ايجابيه اخر مباراه طبعا مع البلديه من يومين، كسب 3-0، فالمصري في افضل حالاته مع كابتن علي ماهر. فان شاء الله يعني الدوري صعب، ولكن احنا يعني بنستعد كل يوم وبنعمل شغلنا بشكل كويس جدا مع كابتن محمد عوده وباقي الجهاز، وان شاء الله يعني نوفق في المباراه اللي جايه ان شاء الله. يعني المقاولين نادي كبير واسم كبير جدا، ويعني احد الانديه اللي واخده بطولات كتير جدا بعد الاهلي والزمالك. فاتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه دي يا كابتن اسلام يعني يبقى في توفيق معانا، وان شاء الله يعني بس نبدا. يعني بيني وبينك يا كابتن طارق، انا بتفرج على ماتشات المقاولين، بشوف ان المقاولين بيعمل ماتشات جيده، ولكن يعني خصوصا كتير. الماتش اللي فات ده تحديدا، ماتش المودرن فيوتشر، مظبوط، عاملين ماتش كويس جدا، ولكن للاسف مش عارف، يعني بحس ان الكره بتعاند شويه في خصوصا الشوط الاول. بالظبط يا كابتن اسلام، احنا فعلا الشوط الاول كنا ممكن يعني نبقى افضل كده ونجيب اهداف، بنضيع اهداف كتير، بنوصل للجول فعلا وبنضيع، بس في النهايه دايما النتائج هي اللي بتبقى دايما النتائج هي اللي صحيح. بتحط المقاولين في مكان كويس، وهي اللي بتخلي المقاولين في مكان يعني مش افضل حاجه. صح، احنا محتاجين فعلا مكسب، ومحتاج يعني مجرد ان احنا نكسب، يعني كل خد بالك كابتن اسلام، فرق كتير جدا قريبه من بعض. طبعا 2 بونت و3 بونت و4 بونت، فماتش واثنين تبص تلاقي نفسك في حته ثانيه خالص. انما عايزين نبدا ان احنا نكسب، بس المقاولين يكسب. يعني احنا كسبنا طلائع الجيش في كانت ظروف صعبه جدا، وحطتنا في مكان كويس جدا، وطلعنا حوالي مركزين ثلاثه، فمحتاجين ان شاء الله نكسب الفتره اللي جايه دي، هتلاقي الوضع هيتحسن كتير جدا عن الوضع اللي احنا فيه حاليا. عودة مدرب كويس، ربنا يوفقك يا كابتن طارق، ومحقق نتائج كبيره جدا مع يعني هو كان في الهلال فتره، يعني لسه راجع من ليبيا. الهلال الليبي، انا سمعت ان هو رجع تحديدا عشان تحديدا عشان المقاولين، يعني ووصل يا كابتن، وصل دور مجموعات مع فرقه كانت بتنافس على المركز الاخير، وصل بقى خد ثالث الدوري، كان بينافس انه ياخد الدوري، وعمل نتائج ايجابيه جدا مع انديه كتير جدا في ليبيا. وحتى في المقاولين قبل كده كابتن عوده خد مركز رابع ولعب في بطوله افريقيا، فعوده من المدربين الكويسين جدا وبيشتغل، والامانه مدرب كويس. انا اول مره اشتغل مع كابتن عوده،
مدرب كويس وبيهتم كتير جدا بالتفاصيل وبيشتغل بشكل كويس قوي يعني. فاتمنى ان شاء الله ان نوفق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا كابتن طارق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. يا رب. كابتن طارق الاهلي، خلينا ننظر للجانب الاخر، النادي الاهلي وسفرية في ان شاء الله بعد ساعة يمكن اقل يصل النادي الاهلي الى غانا لملاقاة نادي ميديما في مباراة صعبة جدا بعد المجموعة معقدة 6-5-5-4 جدا. فبالتالي مباراة صعبة، تصريحات قوية لرئيس النادي يمكن احنا متعودين عليها، ولكن رؤيتك لهذه المباراة؟ بص، رؤيتي المجموعة زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، مجموعة معقدة جدا، الفرق نقطة 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 لحد ما يعني ميديما الرابع وعنده فرصة. ميديما 4 بونت، عندك فرقتين 5 بونت، النادي الاهلي 6، كل فرقة بقى لها ماتشين. ميديما عنده امل طبعا، يعني حق مشروع ان المدرب يقول زي ما هو عايز، انما انت في النهاية بتلعب بتصطدم مع النادي الاهلي، يعني وحش افريقيا والنادي الاهلي طبعا ما بيفرطش في البطوله يعني بسهوله. النادي الاهلي لا، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعمل نتيجه ايجابيه في غانا. تعودنا ان في مراحل في البطوله بتبقى مراحل صعبه. ودايما النادي الاهلي بيعدي بيها، بتبدا بتكون في دور المجموعات، بتكون في دور الثمانيه، بتكون في قبل النهائي، بس النهائي في مرحله صعبه بتعدي عليك في البطوله. فدي من المراحل الصعبه اللي بتعدي. النادي الاهلي كان في مرحلة صعبة جدا 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 في البطولة اللي فاتت وعدت، والنادي الاهلي خد البطولة. لو قعدنا نراجع بطولات كتير النادي الاهلي خدها تلاقي في مراحل جدا عدى بيها، عدى بصعوبة في دور المجموعات وفي النهاية بيكمل وبياخد البطولة. ففعلا المباراة مش تبقى سهلة. احنا بنتكلم على فريق مركز رابع، انما احنا اتفرجنا عليه هنا يا كابتن اسلام كان عامل مباراة كويسة مع النادي الاهلي هنا. المباراة ما كانتش سهلة النادي الاهلي كسبها، ولكن كانت مباراة صعبة. انا شايف ان المباراه هناك مش هتبقى سهله، انما النادي الاهلي طبعا بيبقى لعيبته بجهازه بادارته المباراه ان شاء الله هيعمل نتيجه ايجابيه. مهم النادي الاهلي يعدي المباراه دي بدون خساره، لان هتفرق معاه جدا جدا جدا، يعني انه يبقى عنده مباراه باقيه على ملعبه مع يانج. فان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه يوم الجمعه مع المباراه اللي هنا ديت، ممكن يبقى اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. مش تبقى مباراه سهله يعني، وطبعا اكيد طبعا يعني انا متاكد ان كل الناس طبعا يعني هيبقى في طبعا اكيد سؤال من حضرتك بالنسبه لمصطفى والمباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه، لان طبعا مصطفى شوبير من حراس المرمى اللي حضرتك كمان من الناس اللي كنت متوقع لهم يعني مستقبل رائع. المباراه السابقه ادى بشكل جيد جدا، يعني مباراه زي دي يدخل بيها بنفسيه عامله ازاي وبشكل عامل ازاي من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن اسلام، المباراه اللي فاتت يعني وانت فاهم قصدي طبعا، انا قصدي اقول ايه؟ يعني المباراه اللي فاتت انا كان المهم قوي انه ما يبقاش عنده اخطاء. اوكي. يعني انا مش عايز يبقى متالق بقى تالق كبير، لا، انا اهم حاجه المباراه تطلع يبني عليها في اللي جاي، وده حصل. المباراه اللي فاتت مش عايزين نقول ان هو تالق وعمل يعني. ايوه. عدت بشكل كويس. ما كانش في، الحمد لله ما كانش فيه اخطاء. كل مواقف اللعب اللي جات له اتعامل معاها بشكل كويس، ومباراه عدت يعني بشكل يعني ما كانش يعني حته ان ما فيش عندك خطا في اول مباراه افريقيه في دور مجموعات في دور مجموعات في دور الابطال خارج ملعبك، كان مهم قوي ما يبقاش فيه اخطاء، دي رقم واحد. فالحمد لله ده حصل، النتيجه كمان ايجابيه، ده حصل ان النتيجه 0-0 والمباراه عدت. طب كل مواقف اللعب اللي جات له حاجات سهله، مش هقول حاجات صعبه. يعني ما كانش فيه حاجه صعبه قوي يا كابتن اسلام في المباراه، عشان برضو ايه مش عايزين في وقت يعني نطلع السما وفي نفس الوقت نخسف في الارض، لا انا مش عايز كده. صح. انا عايز ان انا يبقى دايما موضوع التحليل، انا راجل متخصص في الحته دي، فانا لما باجي احلل المباراه اللي فاتت، المباراه عدت على خير، ما فيش اخطاء لمصطفى، كل مواقف اللعب اللي جات له مواقف سهله مش صعبه خالص، كلها حاجات بسيطه ولكن اتعامل معاها بشكل كويس قوي. وده كان مهم جدا ان يعدي المباراه بدون اخطاء، عدت المباراه بدون اخطاء يبني عليها بقى في اللي جاي. اللي جاي بقى تديله ثقه بقى كمان، لان كل ما بيعدي مباراه، كل ما بيعدي مصطفى مباراه بدون اخطاء والمباراه بتعدي بنتيجه ايجابيه، كل ما بيدي ثقه لجهازه، بيدي ثقه للاعيبته، بيدي ثقه لجمهوره، حاجات كتير قوي بيكتسبها من كل مباراه بتعدي بدون اخطاء. مش عايز انا يعني موضوع بقى ان انا اقول مصطفى تالق المباراه اللي فاتت ومصطفى مش عارف كان، لا، احنا عايزين نقول مباراه عدت بشكل كويس، مواقف اللاعب كلها عدى بيها بشكل كويس جدا جدا، ولكن في بس شويه يعني وانا بتفرج على مصطفى في المباراه اللي فاتت او بشكل عام في مباريات كتير، عايز يبقى فيه هدوء شويه في تحركاته، حاسس ان تحركاته كتير قوي تحتها في خشبات.
لازم يبقى يعني عنده ايه تحركاته كويس. كتير يا كابتن طارق معلش؟ يعني عنده يعني دايما الحارس المرمى دايما لازم يتحرك ويبقى فيه ثبات ويبقى دايما تحركاته كده محسوبه، ما يبقاش فيه استعجال شويه، ما يبقاش حركه كتير في الجول. اوكي. حاسس انه في حركه كتير في الجول، لازم يبقى عنده هدوء شويه في التحركات. حارس المرمى بيتحرك من ياخد الخطوه يقف وبعدين يبقى هادي شويه في تحركاته، ما يبقاش فيه، انا بحس ان في مصطفى بيبقى فيه جري كتير في المرمى، لازم يهدى شويه. انما الولد جول موهوب، جول عنده شخصيه، جول يبقى مستقبل للنادي الاهلي طبعا، مفيش كلام، عنده كل المواصفات ديت. انما كل مباراه بتعدي بصدقني دي طبيعه، انه موضوع حركه وتسديد الجول دي لها علاقه بانه عدد ماتشاته كل ما بتكتر كل ما هتلاقي عنده الحركه بتاعته بتبقى يعني بيبقى تلاقي الدنيا، انا مش علاقه بخبره الحركه الخبره والكلام ده بالظبط كده، كل ما خبراته تزيد في عدد ماتشاته كل ما حركتك تلاقي بتقل، حركته بتقل وبيبقى عنده خبره، الحركه بالدماغ اكتر تيالي بص كل ما خبراته بتزيد في مواقف اللعب كل ما تلاقي الحركه بتبقى قليله جدا وبيتمركز صح. هو ده اللي انا اقصده، فده هتيجي بالخبرات وهتيجي بالماتشات الكتير ان شاء الله اللي هيلعبها الفتره اللي جايه دي، وانا متاكد يقينا ان مصطفى ان شاء الله في كل الماتشات اللي هيلعبها الفتره اللي جايه دي هيبقى له دور كبير جدا في انه يبقى دايما نتيجه ان شاء الله ايجابيه للنادي الاهلي باذن الله. لان يعني مصطفى انا يعني اختبرته وهو عنده 9 سنين، وهو عنده لسه 9 سنين لما كنت انا ماسك في الناشئين في النادي الاهلي. ايوه. وبعد كده لما مسكت الدرجه الاولى من 2012 طلع معايا بدايه طلوع مصطفى الدرجه الاولى في النادي الاهلي، كانت معايا برده في 2015 كان هو واحمد طارق، وبعد كده كمل طبعا معانا فتره كبيره في النادي الاهلي، وسافرنا عملنا معسكر في اسبانيا ورجعنا من اسبانيا، كان موجود معانا في ماتشات كتير في الدوري، ومصطفى من الاجوان كويسه وعنده شخصيه، وان شاء الله يبقى مستقبل النادي الاهلي مع كل زمايله اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي باذن الله. يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب. وصلنا دلوقتي لفقره حائط صد. الحقيقه واحد معروف دايما بعدائه أو عدم حديثه بشكل جيد على النادي الأهلي بيقول إن الأهلي بينجم لاعيبته. يعني ماشي. قال يعني إن اللاعيبة دول لا يستحقوا النجومية، يعني هو ده قصده. هو قصده يقول هذه الكلمة بالكلام اللي قاله أو بالكتابة اللي كتبها يعني. الأهلي هو اللي بينجمهم، ده طبيعي على فكرة، النادي الأهلي بينجم أي حد. أي حد يلعب في النادي الأهلي، مجرد إن أنت تلعب في النادي الأهلي أو تقعد احتياطي أو تعلق مباراة للنادي الأهلي أو تعمل أي حاجة داخل النادي الأهلي أو أي ما يخص النادي الأهلي كلنا اتنجمنا من النادي الأهلي. الأهلي دايما بيتعاقد مع الكواليتي الأفضل على مستوى اللاعبين، معنى ذلك أن هم نجوم لأنهم يستحقوا ارتداء هذا القميص، قميص النادي الأهلي، النادي الأكبر والأشهر في الوطن العربي من حيث كل حاجة، سواء بطولات، سواء جماهيرية، سواء شعبية، زي ما انت عايز تقول قول. طبيعي ان لعيبة النادي الاهلي يكونوا نجوم في الملعب وبره الملعب، من خلال اعلانات في الملاعب، اعلانات في التلفزيونات، نجوم في المنتخب. الاهلي بيضيف لاي حد، لاي لعيب كورة، فكرة بس تواجده داخل النادي الاهلي بتديله نجومية اوتوماتيك، مش محتاجة كلام يعني، من غير ما النادي يسعى لتنجيم اي لاعب. انا عايزك بس انت تهدى شوية وتخليك معتدل وتشيل الأهلي من دماغك خلاص، كل كلامك عن الأهلي بس، مفيش موضوعات تانية خالص، كل حاجة الحمد لله تمام والأمور جيدة ومش فاضل غير أنك تتكلم عن النادي الأهلي. ما عنديش مشكلة، لأن أنا عارف أن من يتكلم عن النادي الأهلي بيتنجم، أنت اللي قلت مش أنا، فأنا عارف أن أنت عايز تتنجم مفيش مشكلة، ولكن يا ريت لما تتكلم اتكلم صح، لأنه هناك بعض الكلام بيبقى بعيد عن المنطق، بعيد عن أي دلائل. وبيني وبينكم لو أنا بتسأل هقول ولا عايزك تتكلم عن الأهلي بكويس ولا بوحش، مع أنه أنا عارف أنه استحالة، لأنه زي ما اتقال أن النادي الأهلي هو اللي بينجم أي حد، ولكن أنت تحديدا معروف بعدائك للنادي الأهلي بدون سبب مبرر. وبعدين نهدى شوية ليه برضو، لأنه في خلال هذه الأيام الدنيا أصبحت أكثر استقرارا. لو تفتكروا حضراتكم وأنا بتكلم معاكم من يومين ثلاثة على الزيارة التاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك، قلت لكم في ناس هتزعل قوي
من هذه الزيارة، والناس دي لن يجدوا لنفسهم دور خلال الفترة اللي جاية. ليه لن يجدوا لنفسهم دور؟ لأن هم أو الناس دي بتشتغل على الفتنة وإثارة الفتنة ما بين الناديين وما بين الجمهورين الكبيرين، سواء جمهور النادي الأهلي أو جمهور نادي الزمالك. فالناس دي لو ما لقيتش الوسط اللي مش كويس ده هتسكت، مش هيبقى عندها حاجة تقولها، فبالتالي عايزة تفضل تعمل مشاكل ما بين الإدارات، فالإدارات قعدوا مع بعض، فأعمل إيه؟ أطلع أقول كلمتين عن الأهلي اللي هم فيهم السم في العسل كعادته وكطريقته، فيطلع يقول الكلمتين عن الأهلي عشان جمهور الأهلي يروح يقول له ده أنت مش عارف بتشجع إيه وبتعمل إيه، وتصبح هناك فتنة مرة أخرى ما بين الجمهورين الكبيرين، جمهور النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك مثلا يعني. فأنا عايزك تهدى، وعايزك تعرف أن البلد داخلة على وقت، إحنا في وقت صعب، فمحتاجين أن كل الناس تبقى في ظهر الحكومة وفي ظهر الرئيس وفي ظهر إن لأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا، أو الفترة اللي إحنا فيها يعني. فبالتالي عايزين الدنيا تبقى هادية، عايزين الاحترام المتبادل يبقى هو السائد. مفيش مشكلة إن إحنا زي ما قلت قبل كده الأهلي يكسب الزمالك ونحفل على بعض التحفيل اللطيف اللذيذ اللي بنشوفه دايما، او اللي بنشوفه من واحنا بنلعب او من قبل ما احنا نلعب لغايه من 10 سنين فاتوا، لانه بعد كده بعض الاشخاص زودوا التعصب لدرجه ان امبارح الاستاذ محمود صبري وهو قاعد معايا لو تفتكروا لما جه يتكلم الاستاذ محمود صبري امبارح وسالته على الزيارة التاريخية للكابتن خطيب ومجلس إدارته لمجلس إدارة نادي الزمالك، قال لي أستاذ محمود صبري، قال لي إحنا عندنا في الأهرام كنا باعتين محرر أستاذ محمد نبيل، فلقى طفل داخل نادي الزمالك بيقول للأستاذ محمد نبيل بيقول له إيه؟ اللي هو محرر الأهرام، بيقول له هو مين ده؟ فقال له ده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قال له رئيس النادي الأهلي جاي يعمل عندنا إيه؟ تخيل حضرتك ان هي الولد الصغير عنده 12 13 سنه زي ما الاستاذ محمود صبري قال، الولد الصغير مش مصدق ان رئيس النادي او يعني العشر سنين اللي فاتوا خلوه يفكر او خلوا اهله يفكروا بهذا الشكل فيوصلوا له ان ما ينفعش رئيس النادي الاهلي يبقى موجود في نادي الزمالك. هذه هي الفكره اللي كان عايش عليها جيل او 10 سنين او اكتر شويه الفترة السابقة، وبالتالي احنا كلنا كنا بنكره الفترة اللي فاتت، لانه عفوا انا الطبيعي بتاعي ان كل اصدقائي من النادي الزمالك معظمهم يعني الجيل بتاعي معظمهم اصدقائي من نادي الزمالك. النهارده كنت باكل في احد المطاعم شفت كابتن احمد مجدي ومعاه المدير الفني لنادي الزمالك جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. ما شفت احمد مجدي، احمد اصغر مني ب7 8 10 سنين، بس انا بحب احمد مجدي لانه احمد مجدي من الناس المحترمه، سلم عليا وبوسته وحضنته وقعدنا وقفنا مع بعض وسلمت على الراجل وقعدت معاه شويه ويعني هو ده الطبيعي بالمناسبه. اللي احنا بنعمله ده هو الطبيعي. لكن ان طفل صغير عنده 12 13 سنه يسال يقول له هو رئيس نادي الاهلي جاي عندنا يعمل ايه؟ وبيقولها بمنتهى الحده، ده على كلام على روايه الاستاذ محمود صبري امبارح. هو ده الغلط الحقيقي، هو ده اللي احنا دايما ما بندورش او مش عايزينه يحصل. بالعكس تجد دائما الزيارات المتبادله ما بين الناديين للاحترام الكبير ما بين الناديين هو اللي يسود، لان هو ده الطبيعي بالمناسبه، وكل شويه هقول هذه الكلمه. فمثل هؤلاء الاشخاص اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شويه هم دول اللي مش هيجدوا البيئه اللي تخليهم يطلعوا يتكلموا. انا هرد، واعذروني ان انا برد على هؤلاء الأشخاص، ولكن لازم أرد لأنه لازم نعري الناس دي قدام كل جماهيرهم، لأنه ما يصحش. انتقد النادي الأهلي وأداءه أنت حر، محدش انتقد أداء فني، محدش هيقدر يقول لك حاجة، أنت حر، كل واحد يقول اللي هو عايزه، ولكن إن أنت عايز تعمل الفتنة، إن شاء الله الفتنة ستظل دائما مش موجودة، وسيظل التنافس الشريف هو والاحترام الكبير بينهم هو الأفضل. ما بين الناديين الكبيرين هو اللي هيسود خلال المرحلة القادمة.
فأنا بس حبيت إن أنا أتكلم في هذا الأمر لأنه أمر بالنسبة لي مهم جدا جدا جدا. النهاردة أيضا اتحاد كرة القدم اعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين. من خلال الاجتماع ده كان فيه اعتماد عقود كابتن حسام وابراهيم حسن في قيادة المنتخب. أيضا كان هناك تعيينا رسميا لكابتن محمد يوسف مشرفا على منتخبات الشباب والناشئين ومساعد المدير الفني لاتحاد الكرة. عرفنا أيضا من مصادرنا أن كابتن يوسف في بداية الأمر كان رافض المنصب لأنه كان زعلان جدا جدا من الموقف اللي حصل معاه وحقه بيني وبينكم بعد تعيينه يعني مدرب للمنتخب وبعد كام ساعة رحل. المهم بقى كابتن علاء نبيل اقتنع أو أقنع كابتن يوسف أنه يوافق وقال له كمان لازم تكمل لأنه المجلس هيمشي بعد كام شهر وأنا عايزك توافق ونشتغل سوا ونحط ايدينا في ايدين بعض وبعد كده يمسك الكابتن محمد يوسف منتخب الشباب خلال الفتره القادمه. وهو ده الاتفاق اللي ما بين الكابتن علاء نبيل وكابتن محمد يوسف. الحقيقه انا دايما في بدايه كلامي لو تفتكروا من فتره قلت لكم انه عندما تم تعيين كابتن علاء نبيل وسمعته هو في مداخله مع المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي قلت لحضراتكم افلح ان صدق. حتى الان كابتن علاء نبيل ماشي بشكل جيد كمدير فني للمنتخب. هو اللي حط المنتخبات او الادارات الفنيه للمنتخبات، حط لنا تشكيل المنتخبات يا جماعه لو سمحتم، لانه هو قال لك ايه، اعتمد مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة المهندس استاذ جمال علام الاجهزه الفنيه لمنتخبات الشباب والناشئين بعد مناقشه المدير الفني للاتحاد الكوره، وجاء تشكيل الاجهزه الفنيه كالتالي وقايل بقى منتخب 2005 مدير فني وائل رياض، مدرب عام علاء عبده، مدرب احمد عبد الرؤوف، مدرب حراس مرمى ايمن طاهر، منتخب ناشئين 2008 كابتن احمد الكاس مدير فني، مدرب عام كابتن محمد ابراهيم، مدرب كابتن رامي عادل، ثم مدرب حراس مرمى كابتن احمد فوزي اللي كان متشرفنا من يومين، منتخب مواليد 2007 كابتن اسامه نبيه مدير فني، كابتن شريف عبد الفضيل مدرب عام، كابتن محمد عمر النور مدرب، وكابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس مرمى. اما منتخب مصر الناشئين 2009 كابتن حسين عبد اللطيف مدير فني، كابتن عبد الستار صبري مدرب عام، ثم كابتن كريم ايمن مدربا، وكابتن امير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى لمنتخب مصر مواليد 2009. طيب خلينا نعرف أكتر عن تفاصيل هذا الأمر، ولكن نروح لزميلنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال متخصص في اتحاد كرة القدم. أستاذ محمد زي حضرتك يا فندم. ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه الأخبار؟ ازيك يا جيمي، أخبارك يا حبيبي؟ كله زي الفل يا حبيبي الحمد لله. كله كويس؟ كله زي الفل. ايه الأخبار؟ احكي لنا بقى ايه اللي حصل النهارده. والله خلاص يعني هو النهارده المفترض ان هو كان في اجتماع في اتحاد الكرة المصري بحضور أعضائه طبعا. يمكن النهارده بدايه الاجتماع كده احتفلوا بالاستاذ جمال علام طبعا بوجوده رئيس لاتحاد شمال افريقيا وطبعا وجوده في مكتب التنفيذي للكاف. الف كنا يعني الخبر اللي جاي الحقيقه كنا لسه هنقول على فوز الاستاذ جمال علام برئاسه الاتحاد شمال افريقيا ووجوده كعضو في الكاف. الف الف مبروك للاستاذ جمال علام. بس يا كابتن في حاجه عايز اوضحها هنا برضو. اتفضل. هو ان المنصب ده منصب لمصر، بمعنى ان هو مستمر حتى لو في رئيس الاتحاد الكره المصري القادم يبقى هو برضه مستمر في المنصب ده رئيس الاتحاد شمال افريقيا وكمان في المكتب التنفيذي زي كابتن عصام عبد الفتاح لما كان في لجنه الحكام وخرج وطلبوا ان يبقى موجود ممكن مصري تاني. بالظبط. فهي المنصب خلاص مستمر، ولكن هو الراجل النهارده احتفلوا بيه كده في اتحاد الكوره المصري. كان موجود النهارده كابتن علاء نبيل في اتحاد الكوره وهو منذ وجوده يعني من ايام هو الراجل حابب ان هو خلاص كان يخلص القصه بتاعت مدربين المنتخبات الوطنيه. لو تفتكر يا كابتن اسلام هو كان في بعض من الاسماء اللي موجوده دلوقتي كانت موجوده ولكن في منتخبات ثانيه. هو حصل تبديل كده احنا هنقولها دلوقتي مع للناس عشان الناس تبقى عارفاها، ولكن هو اللي حصل في البدايه كلها ان النهارده حصل بعض الاسماء اتغيرت وبعض الاسماء اتضافت، بمعنى ان الكابتن حسين عبد اللطيف من المفترض انه كان مدربا لمنتخب مصر 2007، ولكن كل القرارات اتوقفت ما عدا فقط منتخبين 2005 و2008، منتخب 2005 بتاع الكابتن وائل رياض شيتوس والكابتن علاء عبده والكابتن كان موجود معاهم الكابتن رامي عادل وكان مدرب حراس
الكابتن ايمن طاهر منتخب 2008، كابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كان كابتن احمد رؤوف والكابتن احمد فوزي. ده كان التشكيلين الوحيدين اللي موجودين في اتحاد الكره المصري وكانوا بالفعل بداوا شغل. ولكن كان 2007 كان خلاص تم الاستقرار او تم الاعلان كده بشكل يعني ودي كنا عرفناه للكابتن حسين عبد اللطيف، وكان معاه الكابتن امير عبد الحميد مدرب حراس. وكان 2009 هو اللي كان تم تاجيل تشكيله، وكان في بعض الترشيحات اللي كانت مترشحه له. ولكن الفتره اللي فاتت كابتن علاء نبيل من ساعه ما جه حصل بقى خلاص ان اتحطت قدامه كل الاسماء، عقد اجتماعات اللي انا عرفته مع منتخب 2005 ومنتخب 2008، وشاف ان هم هيستمروا في مناصبهم بشكل طبيعي واعتمدهم. ولكن كان قدامه منتخب 2007 يا اما يستكمل تشكيله يا اما يحصل تبديل في المنتخبات. النهارده شفنا الكابتن علاء نبيل يمكن قرر ان هو في البدايه خالص ان هو يحط منتخب 2005 زي ما هو عادي جدا، ولكن جاب الكابتن رامي عادل حطه في منتخب 2008، وفي المقابل جاب الكابتن احمد رؤوف وحطه في منتخب 2005 كمساعد مدرب مع الكابتن نور رياض والكابتن علاء عبده. منتخب 2008 استمر زي ما هو. 2007 جابوا الكابتن اسامه نبيه، اقنعوا الكابتن اسامه نبيه، لان عايز اقول لك على معلومه ان الكابتن اسامه نبيه ما كانش حابب ان هو يخش المنتخبات الفتره الحاليه. يعني كان شاف ان هو لو كان يبقى موجود كان يبقى موجود 2005 على الاقل او 2008 على الاقل، ولكن طبعا لكن الفتره اللي فاتت حصل اقناع كده ليه انه يجي 2007، ومعاه طبعا في الجهاز الكابتن شريف عبد الفضيل والكابتن طبعا ابراهيم عبد الجواد زي ما قريته، كابتن عمر ابن الكابتن الكبير عمر النور. وفي 2009 خلاص يعني هو كلمه كابتن حسين عبد اللطيف، انت عايز تكمل في نادي الزمالك، انت عارف يا كابتن ان هو كان مساعد لكابتن محمد حلمي صحيح في القطاع الناشئين، عايز تستمر ولا تيجي منتخب 2009؟ طبعا الراجل رحب جدا ان هو يجي منتخب 2009 ويستمر عادي، وجابوا الكابتن امير عبد الحميد من 2007 طبعا حطوه في 2009. حصل حاجات كتير، ولكن طبعا كان برضو الابرز هو كابتن محمد يوسف اللي جابوه طبعا، وكابتن علاء نبيل اقنعه زي ما انت قلت كده. انا بشوف اللي انت قلته ده كله صح طبعا، حصل النهارده واقنعه، لان الكابتن يوسف كان رافض تماما على فكره الفتره اللي فاتت ان هو يشتغل تاني بعد ما تم يعني خروجه كده، بعد ما كان تم الاعلان كمدرب عام لمنتخب مصر. ممكن اسالك سؤال في النقطه دي يا استاذ محمد بعد اذنك؟ انا عارف السؤال يا كابتن. طب اتفضل. ليه ما تمش الاعلان بشكل رسمي؟ بالظبط. انا نفسي مستغربه جدا. مستغربه جدا 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 وما لهاش تفسير عندي بصراحه. هي ما تمش اعلانها بشكل رسمي، وانا حتى بعد ما يعني قريت الخبر انا تواصلت مع كابتن محمد يوسف عشان اتاكد الخبر ده صحيح ولا مش صحيح. الراجل اكد لي ان هو صحيح. فليه ما تمش الاعلان طالما الكابتن يوسف موافق؟ انا مش عارف. يمكن انا كنت لو الكابتن يوسف مش موافق كنت اقول ممكن ان هم ماشي، قد تكون هناك اختلافات مثلا في اصل معناها ايه مساعد للكابتن علاء نبيل؟ معلش ما هو مساعد، بس مساعد مع تعيينه كمشرف عام على منتخب الشباب والناشئين. يعني هيكون مشرف على المنتخبات اللي هي منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، يعني منتخب اعتقد. امال الكابتن علاء هيعمل ايه؟ كابتن علاء بقى كمدير فني بشكل عام، دي برضو محتاجه يعني يا كابتن بصراحه محتاجه توضيح من الكابتن علاء نبيل. الكابتن علاء نبيل يعني انا مش فاهم الفكره دي، لكن انا وبرضو سؤال تاني. اتفضل. يعني انت اجبته في وسط كلامك، ولكن برضو عشان يبقى واضح للجمهور كل الجمهور اللي بيتفرج علينا. هل الكابتن علاء نبيل كان له دور في المنتخبات، تعيين كل المنتخبات؟ ده اكيد. ما هو بص يا كابتن اسلام، طبيعي الناس دي انا عارف ان اغلب الكباتن اللي موجوده في الاجهزه الفنيه خاصه 5 و8 قعدوا مع كابتن علاء نبيل. كابتن علاء نبيل طلب انه يقعد مع الناس كلها. ولكن في ناس من اللي تم تعيينها جديد انا على مسؤوليه الكلام ده ما تمش التواصل معاهم، يعني عرفوا مننا، يعني عرفوا من الاعلان الرسمي على فكره. يعني هم عرفوا ان هم يعني كابتن علاء نبيل جه وخد وقال راح للاستاذ جمال، خد القرار وخلاص، وراح للاستاذ جمال علام والمجلس الاداره انا 1 2 3 هو ده الصح. بس خلينا متفقين برضه يا كابتن. طيب في بعض من الاسماء كانت مرشحه برضه من اتحاد الكوره. تمام. حصل توافق خلاص. حلو جدا. هل الكابتن محمد يوسف كان له دور في هذه الاسماء؟ على ما اظن لا، لان الكابتن يوسف لحد الايام اللي فاتت دي كان رافض ان هو يعمل في الفتره الحاليه، خاصه بعد طبعا اللي حصل الفتره اللي فاتت. والكابتن علاء نبيل كان ليه دور ان هو طبعا يقنعه ان هو يستمر ويبقى موجود في اتحاد الكوره، وان هو ليه منصب مهم جدا كمساعد ليه، مساعد اول بالنسبه له. وعايز اقول لك حاجه كابتن برضو، ده خبر ليك انت ان هو الفتره اللي جايه مش هيبقى كابتن يوسف فقط، يعني هو في التوجه جوه اتحاد الكوره ان يبقى في لجنه فنيه كامله مع الكابتن علاء نبيل. الحقيقه يعني انا بحيي اتحاد كره القدم. شوف احنا بنقول دايما على اتحاد كره القدم، ولكن انا بحيي اتحاد كره القدم على اتخاذهم مثل هذا القرار، ولو حصل ان يبقى في لجنه فنيه
تحت رئاسة كابتن علاء طبعا، اعتقد ان ده على فكره كابتن فيها اسماء كمان اترشحت، فيها اسماء كمان اترشحت انها تكون موجوده مع كابتن يوسف، ولكن هل اللجنه دي ما هو دلوقتي دور اتحاد الكره احنا بنحييه طبعا على القرار ده، ولكن لان من الاخر المتخصصين لما هم اللي يديروا الكره المصريه ده اللي احنا عاوزينه. بالظبط. لان في الاخر احنا لما هنلوم هنلوم الكابتن علاء نبيل لو في حصل في اي منتخب اي حاجه، ولكن لان ده على فكره مش دور اتحاد الكره ان هو يدير دول، يعني اتحاد الكره مش دوره ان هو يدير المنتخبات دي كلها، هو دوره انه بيعين لجان فنيه وهو دوره بيبقى هو اللي يوفر لهم كل حاجه وكل الطرق للنجاح، ولكن خلينا واضحين مع بعض ان الفتره اللي جايه الكابتن علاء نبيل المفترض ان القرار النهارده ده اول قرار يصدر في عهد الكابتن علاء نبيل. الفتره اللي فاتت دي او الايام اللي فاتت دي كان من حسن الحظ ان الكاف اعتمد الرخصه التدريبيه ايه اللي اتعملت الفتره الاخيره في اتحاد الكوره باشراف الكابتن جمال محمد علي، اعتمدها وبعت للمدربين الرخصه التدريبيه. فدلوقتي على الكابتن علاء نبيل مش امر واحد بس المنتخبات يا جماعه السنيه، يمكن عشان احنا بنغطي اتحاد الكوره فيمكن عارفين حاجات ثانيه يمكن الناس كلها مش بتبحث عنها، ولكن مهمه جدا في تطوير المدربين اللي المفروض الفتره اللي جايه وراه ماده علميه كبيره جدا هيقدمها عشان السي والبي والاي اللي المفترض ان هم يرجعوا ثاني لاتحاد الكوره المصري بعد غياب سنوات وسنوات عن ان المدربين معاهم الرخص دي. الفتره الجايه محتاج لجنه فنيه تساعده، لان المنتخبات يا كابتن كل منتخب من دول هو محتاج مشرف عام عليه، مش المنتخبات الفتره الجايه داخلين في دورات وديه، منتخبات الفترة الجاية داخلين في التحقيقات الرسمية الفترة الجاية، وانت عارف كويس قوي ان الأعمار السنية دي لو خرجت من بدري بتبقى مشكلة كبيرة. هل سيكون هناك تعيين لمدير للمنتخبات سواء شباب او ناشئين او 7 أو 9؟ كنت معاك قبل كده وقلت لك على الموضوع ده، لحد اللحظة دي الاتحاد الكرة المصري رافض ده. لحد اللحظه دي اتحاد الكره المصري شايف ان هو عنده الكابتن علاء نبيل مدير فني، وادي كمان الكابتن محمد يوسف بقى اصبح مساعدا للمدير الفني، مع تفكير في اضافه عنصر كمان اسم كبير يكون موجود كمساعد ايضا. هل هناك اسماء يا استاذ محمد تخص هذا الامر؟ بص يا كابتن، هو انا الفتره اللي فاتت سمعت اكتر من اسم ترشح، يعني سمعت ان كان مترشح الكابتن دياب سيد، سمعت ان كان مترشح كمان جوه اتحاد الكوره كان من الاسماء انها تكون موجوده برضو، كان في كلام كده على الكابتن طلعت يوسف، كان كلام من بعيد شويه ان هو يكون موجود برضو في اداره المنتخبات، لكن انا بشوف ان الفتره هتفضل زي ما هي كده، ان الكابتن يوسف بس مع الكابتن علاء نبيل مع طبعا اشراف مع الاثنين اللي لعبوا كوره موجودين في مجلس الاداره سواء كابتن حازم او كابتن بركات. ده اللي انا اعرفه تحديدا، ولكن قصه مدير فني للمنتخبات الوطنيه للاعمار السنيه المختلفه لحد اللحظه دي بعيده تماما عن اتحاد الكوره المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ محمد جمال الناقد الرياضي، برضو يعني بيدينا بعض الأخبار الخاصة بما يخص هذا اللي بيحصل خلال هذه الأيام في اتحاد كرة القدم. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا الأولى كابتن أشرف ممدوح نجم النادي الأهلي السابق، وكلام مهم جدا عن مباراة الأهلي وميديانا بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن اشرف ممدوح. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام ازيك عامل ايه؟ وحشني جدا جدا وموفق دايما وسعيد دايما بوجودي معاك. ربنا يخليك. انا اسعد. خش مباشره الى قرار مجلس اداره النادي الاهلي النهارده باقامه حفل تقبيل للوزير العام فاروق ان شاء الله يوم 30 مارس، واقامه بحاجتين، الاولى ان شاء الله يبقى في تمثال للوزير العام فاروق داخل النادي الاهلي سيتم الكشف عنه خلال يوم حفل التقبيل ان شاء الله، ايضا الثانيه وهي اطلاق اسم الوزير العام فاروق على المبنى الاداري الاكبر والمليء بكذا اداره في النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره. يعني قرارات مش جديدة على النادي الأهلي، النادي الأهلي دايما يعني بيحتفي بأولاده سواء عايشين أو ميتين، رحمة الله طبعا على السادة الوزير السابق العام فاروق وعضو مجلس ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين حقيقي. يعني الحقيقة العمري بيه فاروق على وانت اسلام اكيد عارف ده كويس جدا، ناس كتيره يمكن ما تعرفش عن قرب العمري بيه فاروق، واحد من الناس الشخصيات القليله جدا المحترمه بشكل غير طبيعي، حد لما تقعد معاه تحس انه يعني رحمه الله عليه طبعا من الناس القلائل في مصر اللي عندهم علم ودرايه بشكل كبير جدا جدا في كل مختلف انواع الحياه، مش بس الرياضه بالشكل صحيح، لكن بشكل عام يعني رحمه الله عليه، ويستحق طبعا اكتر من كده. النادي الاهلي دايما
يعني قرارات مهمه جدا لمجلس الاداره النهارده، واعتقد انها في 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 مكانها وفي نصابها، وان شاء الله يعني نتذكر ونفضل نتذكر العمري بيه فاروق لانه واحد من الشخصيات اللي لا تنسى. يعني في اطار القرارات ايضا اتخذ مجلس اداره النادي الاهلي قرار بان هو يذهب الى نادي الزمالك بعد او قبول دعوه نادي الزمالك في التواجد، اعتقد ان ده ايضا شيء رائع جدا وحاجه هي كانت بتحصل زمان وكان هو ده الطبيعي، ولكن دايما زي ما انا كنت بتكلم في البدايه انه ولد صغير سال احد المحررين في الاهرام الاستاذ محمد نبيل وقال له هو رئيس نادي الاهلي جاي يعمل عندنا ايه داخل نادي الزمالك، وبالتالي هو ده الفكر اللي كان سايد خلال الفتره العشر 12 سنه اللي فاتوا بسبب بعض الاشخاص الحقيقه، ولكن دلوقتي من المفترض ان مثل هذه الزياره التاريخيه ان هي تغير من تفكير الاجيال خلال الفتره القادمه ويعرفوا ان الكره ما هي الا تنافس شريف. حتى ما بين الناديين، انا اسف، حتى ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. طبعا اللي قلته من شويه اسلام يعني يبين قد ايه ويوضح قد ايه حل ما وصلت اليه الرياضه في مصر او شبابنا او اولادنا من الاجيال اللي طالعه وصل لهم ازاي الرياضه في مصر، ازاي انه ممكن يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي متواجد في نادي الزمالك، مع ان ده الطبيعي، ده اللي كان بيحصل زمان وطول عمرنا على فكره، ويعني الاهلي والزمالك او كل الفرق في مصر يعني اصدقاء، سواء لاعبين او مجالس ادارات او مدربين، أسرنا كلها يعني أصدقاء خارج الملعب وداخل الملعب كمان، حتى العلاقة بتبقى طيبة جدا جدا. لكن الحقيقة ما وصل ليه الحال التعصب الرياضي اللي موجود في شارعنا الرياضي النهاردة، سواء للشباب أو للسوشيال ميديا وما وصلت إليه في الفترات اللي فاتت، التعصب غير طبيعي. أعتقد أنها زيارة تاريخية أسلام، وأنا بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على قبول الدعوة، بشكر طبعا مجلس إدارة نادي الزمالك على يعني دعوة مجلس إدارة نادي الأهلي لنبذ التعصب وإراحة بس شوية الناس بقى من يعني كم التعصب اللي موجود في كرة القدم في مصر النهاردة أو في الرياضة بشكل عام غير طبيعي. يعني أنا شايف الحقيقة أن الزيارة دي تاريخية، وأعتقد أنها تبقى بداية لعصر جديد إن شاء الله في منظومة الرياضة في مصر، مش في كرة القدم بس، أن يكون عندنا روح رياضية، نتحلى بالروح الرياضية في المنافسات، نستمتع بكرة القدم أو بالرياضة بشكل عام في مصر. الرياضة يا جماعة مش محتاجة كل ده، مش محتاجة كل هذا التعصب، يعني نستمتع بالرياضة، نستمتع بنجومنا، نستمتع بكرة القدم في ظل تنافس شريف، في ظل أن كل واحد يشجع زي ما هو عايز، لكن باحترام وبروح رياضية. أعتقد أن الزيارة المرة دي يعني أو في هذا التوقيت ليها دور كبير جدا جدا في إن شاء الله نبذ التعصب في الفترات اللي جاية إن شاء الله. هي عصر لا ينقصه التنافس الشديد والشريف ما بين الناديين الكبيرين، ولكن يكون في دائما الاحترام هو السائد حتى في ظل هذا التنافس الكبير والشديد على كل المستويات وعلى كل الألعاب. وأنا عايز أكسب برضو، انا الاسبوع ده بقول الكلمه دي كتير ولكن هفضل اقولها وهفضل اقولها دائما، انا عايز اكسب على طول كنادي اهلي، عايز اخد كل الصفقات اللي انا عايزها، وكل ده حاسعى ليه من خلال او خلال الفترات القادمه، لانه النادي الاهلي دائما ما يتعامل باحترام في كل شيء. مباراه صعبه، عندنا مباراه يوم الجمعه بعد بكره، مباراه صعبه، الفريق في طريقه الى الوصول الى غانا، وبالتالي غدا تمرينة خفيفة، بعد كده يوم الجمعة إن شاء الله المباراة في تمام الساعة 6. تصريحات كبيرة قالها أو تصريحات كثيرة قالها رئيس نادي ميدياما بإن إحنا هنكسب النادي الأهلي، وعايزين طبعا حق مشروع ليهم هذا الكلام، ولكن في النهاية في ظل هذه الأجواء كيف ترى هذه المباراة؟ طبعا من حقه يعني، ودي دايما اتعودنا من التصريحات الناريه دي من كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي. لكن ميدياما مع الاحترام الشديد ليه يعني فريق بعيد، صحيح حصل على 4 نقاط، واربع نقاط مهمه من فريق كبير زي الشباب بولزداد من تعادل مع يانج افريكانز، لكن اعتقد ان مستوياته في الفتره الاخيره اسلام بعيده شويه، يعني هو في الترتيب الثامن في الجدول المسابقه في الدوري الغاني، اعتقد انه في اخر 5 أو 6 لقاءات ما قدرش يفوز في ولا لقاء، تعادلين اعتقد وخسر 3 تعادلات وخسارتين في الفتره الاخيره في الـ5 6 مباريات الاخيره، وبالتالي يعني الفريق حتى على مستوى
اللاعبين اعتقد ان في من اهم جوناثان ولاعب اخر مش متذكر اسمه، لكن اعتقد دول من اهم اللاعبين في ميدياما رحلوا في قبل مباراه النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه، وبالتالي ميدياما اعتقد انه بعيد شويه عن مستوياته في الفتره الاخيره. لكن خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي كمان عنده غيابات كثيره جدا وغيابات مهمه، لكن الحقيقي في بداية هذا الموسم والتعاقدات الكبيرة اللي عملها النادي الأهلي وحتى في الانتقالات الشتوية بالتدعيم الفريق، أعتقد أن مجلس إدارة النادي الأهلي ومستر كولر قدروا يعملوا سكواد مهم جدا للنادي الأهلي يحسسك أو يخليك بتشعر بالاطمئنان حتى مع هذه الغيابات الكبيرة جدا. لو عدينا النهاردة إسلام كم اللاعبين اللي غايبين من النادي الاهلي هتحس ان في فرقه كامله، والفرقه اعتقد انهم فريق كامل يعني ممكن تقريباً بالمراكز تقريبا فريق كامل، وبالتالي انت يعني ما بتشعرش بالقلق الشديد رغم الغيابات المهمه. بتتكلم في بعض اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي، في يعني اعتقد 7 أو 8 لاعبين من ال10 لاعبين الغائبين من اللاعبين الاساسيين للنادي الاهلي، لكن الحمد لله سكواد النادي الاهلي قوي، سكواد النادي الاهلي يقدر يخوض اي مباراه في الفترة الحالية باطمئنان، ما انتش خايف مش قلقان. صحيح مباراة صعبة لأن ميدياما عنده أمل لسه، صحيح ظروف المباراة وأجواءها كمان لأن الرطوبة ودرجة الحرارة عالية شوية، أعتقد كمان أرضية الملعب غير جيدة، وبالتالي كلها ظروف صعبة هيلعب فيها النادي الأهلي، لكن أنا شايف النادي الأهلي يقدر يخوض المباراة زي ما لعبنا هنا، إنك تضغط ضغط عالي من البداية على فريق ميدياما، خوف شديد جدا جدا من لاعبي ميدياما، احترام شديد للنادي الأهلي صحيح، لكن في حالة رعب تشعر فيها من لاعبي ميدياما من النادي الأهلي ومن لاعبيه، مش بتكلم على التاريخ لكن بتكلم على النادي الأهلي في حالته الطبيعية الفترة دي، لا في خوف شديد جدا جدا من فريق ميدياما رغم التحفز الكبير جدا من رئيس النادي ومن اللاعبين، لكن أنا بقول النادي الأهلي قادر على إنه يضغط بشكل كبير من البداية. أنا بقول إن المباراة بدأت من صحيح. من وقت التصريحات، ودي كنا بنشوفها لما كنا بنلعب، إنه صحيح. يعني بيجي رئيس نادي أو مدير فني يقول تصريحات، هو طبعا فريقه طبيعي جدا لما يجي نتكلم عن الفارق ما بين الفني حتى ما بين ميدياما وما بين النادي الاهلي، انت طبعا وصفته تحديدا بان هناك فارق كبير جدا طبعا ما بين الناديين، ولكن طبعا الملعب بيبقى الامر مختلف، ولكن انا كرئيس نادي حابب ان انا اضغط على النادي الاهلي، اضغط على صحافه النادي الاهلي، اضغط على اعلام النادي الاهلي، وبالتالي انا بقول وبقول للاعيبتي برضو ان انا لو كسبته هديكم 100,000 كذا صحيح العمله بتاعتهم، فبديهم 10 اضعاف اللي بياخدوه، ان انا هكسب نادي القرن النادي الافضل، وبالتالي ده اعتقد ان من هنا بدات المباراه او من التوقيت اللي قال فيه موسى بركر التصريحات رئيس النادي التصريحات، هنا بدات المباراه. التصريحات دي بتحسسني قد ايه هم خايفين، قد ايه هم مرعوبين من النادي الاهلي. احنا بناخدها بالعكس ده. يعني دايما بتشوف انه يعني هي حالات كده انسانيه، انه بيحاول انه يعني يخرج او يخرج لعيبته من الخوف او الذعر ده من فريق زي النادي الاهلي، انه صحيح. بيقول ان فريق قوي او يقدر يفوز على النادي الاهلي ويقدر يتخطى العقبه دي، لا انا شايف ان دي حاله خوف شديده جدا جدا، ولابد النادي الاهلي يستغلها بشكل كبير. خلي بالك فريق ميدياما يعني قدر يفوز على شباب بلوزداد صحيح، وقدر يتعادل مع يانج افريكانز، لكن خسر النادي الاهلي هنا 3-0، كان ممكن النتيجه تتضاعف ويمكن كمان توصل ل7-8 اهداف في المباراه اللي هنا، يعني ما كانش كان في سيطره كبيره جدا من النادي الاهلي، لكن الاجواء هناك هي اللي صعبه، يعني اتكلمنا على المباراه ظروفها طقس درجه حراره رطوبه كمان ارضيه الملعب سيئه بشكل كبير، وبالتالي يعني هي ظروف سيئه، لكن اعتقد النادي الاهلي لو قدر يضغط من البدايه وانا اعتقد بشكل كبير ان مستر كولر هيعمل كده، انه رغم الغيابات الشديده دي لكن الضغط على فريق بحجم وقيمه او يعني مع احترامنا الشديد ليهم لكن فريق ضعيف فنيا ويمكن بدنيا شويه واقفين على رجليهم لان هم اعتقد الشباب شويه او معدل الاعمار صغير، لكن تقدر تضغط عليهم بشكل كبير فنيا في كل المساحات، تقدر تخلص المباراه من بدري، ويمكن ده هيودينا شويه للتشكيل اللي يقدر يبدا بيه المباراه، لكن اعتقد بشكل كبير مستر كولر هيلعب بالطريقه دي، طريقه هجوميه والضغط العالي من البدايه عشان تقدر تخلص المباراه بدري عشان ما تلجاش في او في نهايه المباراه تبقى مش عارف تعمل ايه نتيجه درجات الحراره ونتيجه سوء ارضيه الملعب الرطوبه، لما تخلص المباراه بدري تقدر تلعب بطريقه مرتاحه بعد كده. يمكن اللي مقلق الناس شويه المباراه السابقه، وكلامك مظبوط ان انت لو ضغطت على
ميدياما هتقدر تعمل معاهم اللي انت عايزه وتقدر تعمل معاهم كل حاجه، ولكن في النهايه جدا هناك البعض خد اجازات والبعض استريح، بعض اتمرن، يعني بحس ان لسه بنسبه كبيره يعني بحس ان لسه او الناس حاسه انه لسه يعني في عدم استقرار زي الاول زي ما قبل ال 45 يوم ولا ال 50 يوم. دلوقتي الوضع مختلف، ان انت بتلعب مباراه شباب بلوزداد، فده قلق الناس شويه من هذه المباراه، من مباراه ميدياما. طبيعي طبيعي الناس تبقى قلقانه، لان مباراه شباب بلوزداد بينت قد ايه مستوى النادي الاهلي فنيا وبدنيا ما قبل الفتره الطويله للتوقف. لكن اعتقد ان بدايه كانت المباراه اللي فاتت، يعني انت كنت محتاج مباراه او اتنين عشان تقدر تجهز بشكل او باخر. يعني بدايه موسم، شايف ان المباراه دي عنق زجاجه بشكل كبير، يعني صحيح. خلاص تفوز في اللقاء ده ان شاء الله خلاص تبقى ارتحت بشكل كبير. مباراه يانج افريكانز هنا في مصر هتبقى خلاص الامور بانت، او على الاقل خلاص انت تخطيت مرحله القلق او التوتر. فمباراه مهمه، اعتقد النادي الاهلي في المباراه اللي زي دي اسلام، وانت واحد من نجوم النادي الاهلي وعارف ده، انه مباراه زي دي النادي الاهلي بيكون ليه راي مختلف، يعني بيكون ليه قرار مختلف في الامور اللي زي دي او في المباريات اللي زي دي، وانه يقدر يحسمها بشكل كبير. انا مطمن بشكل كبير ان شاء الله من نتيجه اللقاء، يعني مع انها مجموعه معقده. انت مطمن لكنها مجموعه معقده، ست نقاط للنادي الاهلي، خمسه يانج افريكانز، خمسه شباب بلوزداد، أربعة. طمنت بعد نتيجة اللقاء اللي فات، يعني نتيجة اللقاء اللي فات طمنتني بشكل كبير، لأنه الخسارة لا قدر الله في المباراة اللي فاتت كانت هتدخلنا شوية في حسبة مش سليمة، أو في قلق بشكل كبير. لكن أعتقد إن الاستقرار المجموعة بهذا الشكل في تصدر النادي الأهلي للمجموعة، ومباراة ميدياما إن شاء الله، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يعمل نتيجة إيجابية، وعندك المباراة الأخيرة كمان على أرضنا، وبالتالي يعني أعتقد إن بشكل كبير النادي الأهلي يقدر إن شاء الله يحسم يعني هذه المجموعة في إن شاء الله صدارة هذه المجموعة بإذن الله. أنت بتلعب ميدياما، وعلى الجانب الآخر شباب بلوزداد بيلعب يانج أفريكانز. كأفريكانز النتيجة الأفضل الناحية الثانية إيه؟ أعتقد التعادل، التعادل هيبقى مفيد بشكل كبير. شباب ويانج أفريكانز، شباب ويانج أفريكانز، لأنه يعني الشباب بلوزداد عنده أمل كبير جدا، لو قدر يفوز هيبقى 8 نقاط. خلي بالك كل فريق عايز يتصدر المجموعة عشان ما يواجهش فريق قوي في الناحية الثانية في المجاميع الثانية، وبالتالي زي ما بنبحث احنا في النادي الأهلي على إنك يعني تتصدر المجموعة عشان تواجه فريق أقل شوية، لكن كل فريق ليه حساباته. أعتقد إن النادي الأهلي في الفترة دي بيدور بس على نتيجة اللقاء، انك تحسم الثلاث نقاط اللي جايين، ازاي تكسب المباراة اللي جاية. مباراة يانج افريكانز طبعا هتبقى مهمة، لكن بعد ان شاء الله حسم نتيجة لقاء ميدياما باذن الله في المباراة القادمة، وان شاء الله في ايدينا، لانه طول ما انت النادي الاهلي قادر على او القرار في ايده، بيقدر النادي الاهلي يحسم هذه اللقاءات، خاصة في يعني في مباراة في عنق زجاجة زي دي. يعني خلي بالك ميدياما خط دفاعاتهم ضعيفه جدا اسلام، يعني 8 اهداف في 4 لقاءات، كتير عدد كبير من الاهداف، واعتقد انه اضعف خط دفاع في المجموعه، وان لم يكن في كل المجاميع بشكل كبير، عندهم اخطاء دفاعيه قاتله وكبيره جدا جدا، ما عندهمش الخبرات الكبيره رغم النتائج. انا شايفها نتائج جيده بالنسبه لامكانياته. بالظبط، ان هو يكسب شباب بلوزداد في ملعبه 2-1، اعتقد ان يتعادل فوجئ بالاجواء، بالجو، بالارضيه الملعب، الحماس الشديد جدا جدا لفريق ميدياما، واعتقد ان لا يغيب على الناس انه كل اهداف ميدياما ورئيس مجلس ورئيس النادي هو الاستثمار الرياضي، انه يعني بيعمل تسويق للاعيبته بشكل كبير، حتى هو في يعني ممكن يكون عنده امل في الصعود عن هذه المجموعه، لكن بيبيع اهم 2 لعيبه عنده في التوقيت ده، ممكن يكون عنده امل يعني. ده هو ده، اعتقد ان ده الحافز الرئيسي ليه بالنسبه او ده اهم الصعوبات اللي بتواجه النادي الاهلي في هذه المباراه، هو ايه؟ ان الفريق الامامي عنده فرصه، وفرصه كبيره، صحيح. ان هو يصعد، انه يصعد، والنهارده بتستغنى عن 2 لاعبين من اهم اللاعبين اللي ما كانوا اهم 2 لعيبه في فريق ميدياما، وبالتالي يعني فكرهم مش بس واضح يعني استثماري بحت يعني، واعتقد انه هيفرقوا كتير جدا جدا 2 لعيبه دول من اهم اللاعبين. انا بخافش من الفرق اللي زي دي. مش قلقان والله، لان هم بعيد فنيا، انا طبعا كل مباراه في افريقيا النهارده، واعتقد ان بطوله افريقيا يعني خلتنا نحس ده بشكل كبير، ان النهارده ما فيش
مفيش فريق تقدر تطمن انت بتلعب معاه او تقدر تقول انك هتفوز بالنتيجه اللقاء ده. كل الفرق الصغيره النهارده ما بقتش او الاسماء الصغيره ما بقتش فرق صغيره طبعا. واحنا بنتفرج واحنا بنتكلم تعمل نتيجة إيجابية يعني. دي لقطات سفر فريق النادي الاهلي من القاهره الى غانا. ان شاء الله لو الفريق وصل واحنا مع حضراتكم على الهواء نقول لحضراتكم ان الفرقه وصلت بالسلامه ونعرض لحضراتكم بعض الكواليس، ولكن حتى الان لم يصل فريق النادي الاهلي الى غانا، اكرف غانا او العاصمه في غانا حتى نعرض لحضراتكم هذه، ولكن ده لامام حضراتكم هي كواليس سفر بعثه النادي الاهلي الى غانا لملاقات فريق ميدياما. يعني طبعا السفر لافريقيا اسلام انت عارف اكيد صعوبات كبيره جدا جدا في السفر والارهاق، وانت بتلعب كل ثلاث ايام مباراه سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي، الفترات اللي جايه يكون في ضغط كبير جدا جدا، وده اللي خلانا نقول او بنقول دايما ان لازم يكون في سكواد كبير للنادي الاهلي علشان يقدر يتخطى الصعوبات دي ويكون عندك بدائل بشكل كبير تقدر يعني تتخطى مشكلة الصعوبات في السفر في أفريقيا ومباريات المرهقة والصعبة كل 3-4 أيام مباراة في الدوري المحلي أو في المشاركات الأفريقية، وبالتالي يعني كل التمنيات إن شاء الله أن احنا نتخطى عقبة ميدياما الفترة اللي جاية، وبإذن الله تعالى يعني نخرج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية وإن شاء الله بدون خسارة، لأن الحقيقة بدون خسارة لاعبين، لأن الحقيقة عندنا عدد كبير جدا جدا من الإصابات كمان. المباراة التالية على التوالي بيتم تعيين طاقم تحكيم دون حكام النخبة داخل القارة الأفريقية بالرغم من شراسة المنافسة في هذه المجموعة وكون النادي الأهلي هو كبير أفريقيا. صحيح يعني ما الحقيقة يعني ما عنديش تفسير أنا كمان أنا كمان ما عنديش تفسير مستغرب جدا في مشكلة كبيرة جدا في هو على فكرة أنا لما سألت امبارح على هذا الأمر اتقال لي إنه الحكام بتاخد راحة، حكام النخبة يعني بتاخد راحة، والله مش بهزر ده بجد، حكام النخبه بتاخد راحه من مباريات الدور المجموعات بعد الامم الافريقيه يعني هم شايفين ان دور المجموعات مش من المباريات المهمه او لا هم شايفين ان الحكام لازم تحافظ عليهم شويه فبالتالي اديهم راحه زيهم زي اللعيبه يعني بس انا حاسس احنا مخلصين البطوله من اسبوعين ثلاثه. انا ما عنديش مشكله في ان حكام النخبه يكون عندهم راحه لكن يكون في رقابه بشكل كبير على المشكله لان انا ما عنديش فار لان انا طبعا ان انا بكره كارثة. يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 6 ودي نقطه انا ما اعرفش ليه اسلام برضو يعني انا مش لاقي تفسير يعني هل ترشيد للنفقات ما دي مشكله هو دي كارثه. لا الموتسيبي قال ان كل مش كل الملاعب في افريقيا مجهزه لاضافه تقنيه الفار ده كلام يعني غير منطقي، انا شايف انه غير منطقي الحقيقه ما يعني ممكن تجهيز ده لان انت ممكن مباراه تخرج فريق كبير طبعا يعني من الفرق الكبيرة اللي ممكن تنافس على البطولة وبالتالي ما فيش حاجة اسمها كده، أعتقد أنه لازم يكون في فار في دور المجموعات وفي كوارث حصلت في دور المجموعات قبل كده في لفرق كتيرة مش بس النادي الأهلي لكن أتمنى إن شاء الله أن يكون في لتحقيق العدالة في الملاعب لابد أن يكون في الفار في كل الأدوار سواء دور المجموعات أو باقي الأدوار، يعني إن شاء الله نتمنى بإذن الله أن المباراة تخرج بشكل سليم وبشكل إيجابي إن شاء الله بنتيجة إيجابية للنادي الأهلي بإذن الله تعالى. مين اللي هيلعب مهاجم في هذه المباراة؟ مودست ولا وسام؟ شوف هو أنا يعني من وجهة نظري مختلفة شوية عن مستر كولر، أنا شايف مستر كولر هيلعب بمودست برضو أعتقد يعني أنه هيبتدي بيه، لكن أنا شايف أنه يعني الحقيقة وسام ممكن يبتدي المباراة، صحيح هو راجع من إصابة لكن وسام يقدر لأنه حتى لو عنده 60-70% اسلام بدنيا لكن يقدر يديني على الاقل بال 60-70% دول شوط وشويه مهم جدا انك تبتدي المباراه وده اللي بقول لك عليه انك تبتدي المباراه ضاغط بشكل كبير على فريق ميدياما وتنهي المباراه بشكل سريع لان دخول ميدياما في المباراه وكل ما بتعدي او بيعدي الوقت في المباراه هتلاقي ميدياما دخل جوه الجيم وهتلاقي صعوبه كبيره جدا جدا وهتلاقي ضغط جماهيري وهتلاقي صعوبه في درجات الحراره وارضيه الملعب وبالتالي انك تنهي المباراه بشكل سريع اعتقد ان ده هيفرق كتير جدا، عشان كده بقول ان وسام ابو علي ان شاء الله يكون ليه دور من البدايه اتمنى ده، اتمنى يلعب بالقوه الهجوميه الكامله، يعني انا اقصد انه يكون في ضغط كبير جدا جدا وانه يركز على المجموعه اللي هتفيدي من الشوط الاول عشان تقدر تنهي المباراه
بشكل طيب من سريع. من وجهه نظرك مين المجموعه اللي تبدا من الناحيه الهجوميه اللي تقدر تضغط الضغط الهجومي اللي انت بتدور عليه؟ يعني لو بيرستاو أشرف. لو بيرستاو جاهز يبقى بيرستاو ورضا سليم ووسام ابو علي وتحتهم قفشه 8 واكرم وامام عاشور 6 و6. يعني شايف ان ده افضل تشكيل لو جاهزين. هو ما بيلعبش هو عمره ما لعب 6 و6 مشكله. لا هو عمره ما لعب ب 6 و6 هو بيلعب 8 وسوري 6 و8 فوق و8 يعني 8 و6. انت عندك مشكله، عندك مشكله في خط الوسط كبيره. انت عندك نقص. ممكن يقول لك العب بعمرو السولي، ممكن يقول العب اكرم توفيق وعمرو السولي. هو اكرم انا شايف ان اكرم وامام خلي بالك امام ما هو انا شايف اكرم وامام ويلعب قفشه ورضا سليم وبيرستاو او حسين الشحات لو بيرستاو مش جاهز بشكل كبير وسام ابو علي. يعني شايف ان المجموعه دي تقدر تعمل. صحيح ما لعبوش مع بعض بشكل كبير لكن ما تنساش انه يعني في فترات طويله خلاص كل اللاعبين قدروا يحفظوا بشكل كبير طريقه لعب النادي الاهلي والمجموعه دي ممكن تؤدي بشكل كبير في بدايه المباراه باداء هجومي غير طبيعي ان شاء الله. اتمنى ان المجموعه دي تبتدي لان شايف انه ممكن يمثلوا ضغط كبير جدا جدا على فريق ميديان. ابرز الصعوبات في هذه المباراه من وجهه نظرك للفريقين؟ طبعا غير الاجواء وارضيه الملعب، درجه الحراره، الرطوبه، الاجواء الطبيعيه يعني اللي بنتكلم عنها، لكن شايف حماس لاعبي ميدياما ممكن يعني ياثر بشكل كبير على لاعبي النادي الاهلي ان لم النادي الاهلي قدر انه في من البدايه ينهي المباراه، انه يضغط ضغط كبير. خلي بالك التراجع في هذه المباريات بيدخل الفرقه الصغيره في الجيم وبيكون في صعوبه كبيره جدا انك تقدر ترجع مره ثانيه، وبالتالي شايف انه النادي الاهلي لو قدر يضغط من البدايه لا هيكون في سهوله في المباراه بعد كده رغم الحماس الشديد ورغم تواجد الجماهير. ميدياما ما عندهمش جماهير كبيره يعني مش من الفرق الكبيره يعني ده انت خلاص من الامور الطبيعيه دلوقتي ان انت اصبح تلاقي حتى لو 50 60 لو لقيت 50 60 الف متفرج يعني. لا بالنسبه للاهلي عادي طبيعي لكن اقصد انه بين الحماس ده للاعبي ميدياما يعني صحيح. كتر الجماهير او عدد الجماهير الكبير بيدي حماس كبير جدا لفرقته يعني. لكن اعتقد انه النادي الاهلي لو قدر يضغط وينهي المباراه بدري شويه الامور هترتاح بشكل كبير يعني. يعني الظروف الطبيعيه ملعب درجات حراره رطوبه وحماس لاعبي ميدياما خاصه ان هم فكرهم حتى اللاعبين ان هم بيعرضوا او بيسوقوا لنفسهم في المباريات الكبيره خاصه امام فريق زي النادي الاهلي. كيف تنظر لهذه المباراه من ناحيه الدفاعيه؟ اذا كنت بتتكلم من الناحيه الهجوميه ان انا لازم اضغط عليهم من الناحيه من الامام وادوس عليهم من قدام، طيب الدفاع العب ايه؟ العب دفاع متقدم، استنى ورا شويه، ابعد الخطين عن بعض، اقرب الخطين من بعض. انت بتضغط ضغط عالي بالطبيعي هيكون في ده ممكن يكشف لك الاوفسايد شويه في ظل ان السرعات عندك يعني عندي عبد المنعم، عندي ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول، بتتكلم يعني امام واكرم توفيق. لا انت بتتكلم في 6 لاعبين في الخط الدفاعي من اقوى اللاعبين في افريقيا مش في مصر بس. صحيح. وبالتالي انت مش هبقى متخوف ان يكون عندي اخطاء دفاعيه ساذجه يعني. بالتالي لازم شوبير برضو يطلع، مصطفى لازم يطلع وراهم شويه. طبعا ومصطفى بيعمل ده وهو من اللاعب يعني من الحراس المرمى بيلعبوا برجلهم كويس وعنده رؤيه كويسه يعني. في المباراه شباب بلوزداد شفناه اكتر من كره قدر يغطي خلف الخط الدفاعي. وبالتالي ما عنديش تخوف من ده كبير، لكن تركيز، محتاجين تركيز في كل مباراه يكون شويه في نسبه للخطا، لكن اعتقد ان شاء الله انه يكون في تركيز بشكل كبير جدا لان نسبه الاخطاء في المباريات اللي زي دي بيكون فيها صعوبه شديده في انك ترجع بسرعه. صح، في ظل الاجواء يعني. وبالعكس انت لو تفتكر السنه اللي فاتت مباراه كوتون سبورت القطن الكاميروني كسبناها 4-0 هناك في الكاميرون. صحيح. اعتقد نفس ولكن يعني يمكن القطن كمان، لكن هنا انت رايح لفريق نفس التشكيل كده نفس الشكل لكن نفس عنده امل كبير يعني. يمكن عنده امل القطن ما كانش عنده لكن ميدياما عندهم امل كبير في ان هم يعني ان هم يوصلوا في المجموعه دي كتاني او اول، ولسه الظروف قدامهم. هو لو كسبك هيبقى عنده 7 نقاط وهيبقى عنده كمان مباراه اعتقد يانج افريكانز اخر مباراه. مش عارف بقى يانج افريكانز ولا شباب بلوزداد. هو النهارده بيلعب شباب بلوزداد. لا هيبقى شباب بلوزداد لانه الاهلي عنده يانج افريكانز. صح، هيبقى عنده شباب بلوزداد في ال صحيح في وهنا الجزائر. معناها ان هيلاعب شباب بلوزداد في الجزائر. هي اقل الفرص يعني، او لكن برضو خليها أقل عنده فرصه لكن على الاقل لا قدر الله فوزه في المباراه دي او املهم في الفوز في المباراه دي
هيديهم امل بشكل كبير جدا انه حتى يصعد تاني عن هذه المجموعه. وبالتالي لا يعني هي دي المشاكل اللي ممكن تواجهك، حماس اللاعبين، المشكله الكبيره في الاجواء والارض، لكن خبرات النادي الاهلي كبيره جدا في اللقاءات دي. مش يعني انا الحقيقه في اللقاءات اللي زي دي اسلام ما بحبش التحفظ الشديد، يعني ما بحبش انه تبتدي متراجع او انك تبتدي من نص الملعب عشان تبقى متخوف. فالفرق الصغيره كل ما بتدخل معاك في الجيم او الوقت بيعدي بيكون في صعوبه جدا جدا في انك تنهي اللقاءات، فبالتالي انك تحسم اللقاء من بدايته اعتقد ده انسب الحلول مع الفرق الاقل فنيا وبدنيا وذهنيا يعني. طيب هنكمل كلامنا في هذه الامور، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن مسابقه الدوري العام ورؤيه كابتن اشرف لهذه المسابقه. هل بالفعل عندنا مسابقه دوري عام كويسه ولا لا؟ هنسال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اشرف، عودة مرة أخرى للدوري العام المصري، كيف رأيت مباريات الدوري العام المصري بعد يعني أسبوع الـ 11 والـ 12؟ يعني في مباريات شفتها مباريات جيدة، في مباريات حلوة بصراحة، في مباريات جيدة على المستوى الفني يعني. صحيح بدنيا لسه مش جاهزين بشكل كبير، لكن في مباريات على المستوى الفني شفتها جيدة. طبعا بالنسبة للنادي الأهلي هيكون في مشكلة كبيرة جدا يا إسلام في عدد المباريات المؤجلة يعني. واعتقد ان دي دايما بتسبب ضغوط على النادي الاهلي، يعني في بعض الناس شايفه انها افضل للنادي الاهلي انه يكون عنده مباريات مؤجله يلعبها براحته. لا الحقيقه دي شايف فيها صعوبه كبيره جدا يعني. صحيح ان لسه المتصدر 23 نقطه وهو يعني فارق عن النادي الاهلي حوالي 7 مباريات، الفرق بينه وبين النادي الاهلي في النقاط يعني. النادي الاهلي النهارده في الترتيب العاشر ب 14 نقطة والأول 23 نقطة، يعني بتتكلم في حوالي 9 نقاط بس. 9 نقاط والفرق 7 مباريات، 21 نقطة. فأعتقد يعني صحيح النادي الأهلي إن شاء الله قادر إنه يرجع لصدارة الدوري، لكن بتمثله ضغوط كبيرة جدا في إنك تلعب مؤجلاتك، خاصة إنها عدد كبير جدا جدا من المؤجلات. الفرق كل ما بتدخل في الأدوار سواء في نهاية الدور الأول أو في الدور الثاني بتبقى أصعب للفرق، خاصة اللي بتصارع على الهبوط أو اللي في وسط الجدول أو حتى اللي عايز يدخل في المربع الذهبي، وبالتالي بيكون في صعوبة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي في مؤجلاته. يعني بتمثل للنادي الأهلي ضغوط كبيرة عكس ما بتبقى في بداية الدوري، يعني كل الفرق كل ما بتلعب مباريات في توقيتها غير لما بتنتظر يكون عندك مؤجلات فتلعب للفرق دي ظروفها صعبه. انت لعب في الاسبوع ال 12 والنادي الاهلي لعب 6 ماتشات، 6 مباريات، فالفرق كمان دي بيبقى عند ظروفها اصعب يعني. صحيح. لانها بتفقد نقاط كبيره عليك، طبعا بيعمل لود كبيره جدا، وبالتالي طبعا بتبقى فيها صعوبه شويه للنادي الاهلي. لكن على المستوى المسابقه يعني بشكل عام شايف انه في فرق جيده، في فرق يعني فاجئتنا السنه دي زي الفرق اللي صعدت زي زد و حتى بلديه المحله شويه، الجونه كمان الجونه بيأدوا بشكل مميز، وكسبانين مصر 2-0 لغايه الدقيقه 92 و93. صحيح في بعض الفرق فاجأتنا الموسم ده، لكن انا بفتقد الانديه الجماهيريه الحقيقه اسلام. يعني الانديه الجماهيريه شفنا حتى في مباراه الاسماعيلي والزمالك، كانت اول مباراه بعد عوده الجماهير بشكل حلو يعني، حلو بتحس بالكوره باستمتاع بكره قدم يعني. اتمنى ان شاء الله يعني ما يحصلش كمان ازمات او مشاكل من جماهير كره قدم في ملاعبنا المره الفترات اللي جايه في المباريات اللي جايه، لان احنا نتمنى ان جماهير ترجع تانية لمدرجاتنا. واحنا الحقيقه قله الجماهير في مباريات الدوري أثرت بشكل كبير جدا على منتخبات كمان، لأنه منتخب مصر النهارده حتى على مستوى الـ الـ الجماهير وحضور الجماهير قليل جدا جدا. طبعا نتيجة إن الجماهير افتقدت الروح دي أو طبع. الإحساس ده. فإن شاء الله نتمنى عودة الجماهير بشكل كبير الفترات اللي جاية في مسابقة الدوري. أخيرا أشرف، لو هنرجع للنادي الأهلي سريعا، تشكيل النادي الأهلي في المباراة القادمة من وجهة نظرك قول لي تشكيل 1-2-3. مصطفى شوبير، واتمنى انه ياخد الفرصه كامله، مصطفى شوبير من الحراس يعني طبعا الزنفيري كل الدعم ليه الفترات اللي جايه، لكن شوبير مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جدا، وكمان عنده شخصيه كبيره جدا.
علي معلول، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، في وسط الملعب اكرم وامام عاشور، قفشه. خلي بالك ده تشكيله وجهه نظرك انت. من وجهه نظري انا طبعا ده مش هيتحقق، لكن انا بتكلم من وجهه نظري انا. رضا سليم، بيرستا او حسين الشحات الاجهز منهم، ووسام ابو علي. يعني اتمنى ده انه يكون موجود. عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، لانها مباراه صعبه زي ما قلنا. صحيح صحيح، من نواحي كثيره جدا، ولكن هناك عشان بس الناس بتقول اصل انت يعني طبعا هناك فارق كبير جدا جدا فني ما بين النادي الاهلي هناك وميدياما، ولكن صدقوني يا جماعه في الملعب الامور مختلفه. صحيح صحيح، الامور مختلفه جدا جدا، لكن خبرات النادي الاهلي بالظبط وروح فانيله النادي الاهلي هي اللي بتفرق كتير جدا في حسم اللقاءات زي دي. بالظبط كده، هذه هي او هذا هو الفارق الحقيقي الحقيقه في مثل هذه المباريات، لان الطقس بيفرق وارضيه الملعب بتفرق. طبعا طبعا كل حاجه بتفرق، التوفيق من عند ربنا في مثل هذه المباريات بيفرق كتير قوي. بشكرك شكرا جزيلا يا اشرف على وجودك معانا، دايما بستمتع بوجودك معانا. شكرا جدا جزيلا. جدا اسلام، سعيد بوجودي دايما معاك، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله في مباراه يا رب ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. هطلع فاصل، بعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ايمن جلبرتو، ازيك ايمن؟ كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا صبري سراج، ازيك يا صبري؟ كابتن اخباركم ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله كويس الحمد لله. طيب، لانه في كلام متداول بخصوص امور خاصه ببعثه النادي الاهلي، خلينا ننتظر بيان من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا دايما بيكون الشكل الرسمي هو اللي بننتظره، فخلينا ننتظر شرح لما حدث او ما يحدث في بعثه النادي الاهلي من خلال بيان يكون بيان رسمي من النادي الاهلي. ايمن، عايز اقول لك او عايز ابدا معاك بما يحدث داخل النادي الاهلي خلال هذه الفتره. الحقيقه قرارات مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي تخص الوزير العمري فاروق واطلاق اسمه على المبنى الرئيسي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، مبنى رئيسي لكل النواحي الاداريه. ايضا نحت تمثال واقامه حفل تقبيل له يوم 30 مارس القادم، ثم زياره مجلس اداره، او خلينا ناخد كل واحده لوحدها. يعني هو ده التصرف الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ما مش اول مره النادي الاهلي يعني يكرم ابنائه، سواء يعني اللي على قيد الحياه. طبعا شفنا الفتره الاخيره مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب كرم اكتر من شخصيه كان ليها تاثير كبير في النادي الاهلي، ويعني من زي ما نقول كده من اساطير النادي الاهلي اداريا وكل شيء. شفنا تكريم كابتن حسن حمدي، وشفنا ازاي النادي الاهلي نظم حفل كبير لتكريم هذا الرجل واحد الرؤساء التاريخيين للنادي الاهلي. قبل كده شفنا وما حدث كابتن صلاح سليم والتمثال بتاعه اللي موجود في مقر النادي الرئيسي في الجزيره. فدي طبعا حاجه دائما النادي الاهلي يعني يكرم ابنائه زي ما قلنا كده، سواء اللي على قيد الحياه او يعني طبعا الوزير العمري فاروق. كلنا تاثرنا برحيل هذا الرجل، رجل محب للنادي الاهلي، سيرته الطيبه. حضرتك كنا في العزاء وشفنا قد ايه الناس كلها من كل حته يعني عايزه تيجي تواسي اسرته وتقدم لها الدعم وتقول لهم يعني ربنا يرحمه، كل الناس بتدعي له. فده يعني حاجه جميله جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، لان العمري فاروق مش مجرد يعني هيبقى مش مجرد رجل مر على مجلس اداره النادي الاهلي، لا ده رجل صاحب تاريخ طويل في النادي الاهلي، وزير سابق للرياضه، فقيمه كبيره. دي دايما بتعكس او يعني بتعلم الاجيال اللي جايه كمان وكل، ان النادي الاهلي دايما مع ابنائه المخلصين، سواء اللي على زي ما قلنا كده، سواء اللي على قيد الحياه او من توفاهم الله، يعني كله بيتكرم وكله ليه مكانته في النادي الاهلي وفي قلوب جماهيره. يعني صبري، طبعا احنا بنعزي نفسنا وبنعزي اهله وكل محبي ربنا يرحمه ويغفر له. كعاده النادي الاهلي ما يعني لازم دايما بي 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 بيصدر ابنائه اللي عندهم اللي اثروا واثروا في تاريخ النادي الاهلي، وبيدي رساله ان مش شرط عشان حد سلك السلك الاداري في النادي الاهلي ولم يصل الى محطه رئيس النادي ان هو ما يتحطش في مصاف الاساطير.
الراجل معروف جدا جوه النادي وبره النادي، ما قدمه للنادي الاهلي على مدار سنين كعضو مجلس اداره او نائب رئيس النادي او حتى وهو بره مجلس الاداره، ارثه في الرياضه المصريه وتوليه الوزاره في وقت كانت البلد فيه بتمر بظروف سيئه جدا، وتحمله ما لا يتحمله بشر من اشاعات واقاويل قيلت عليه في الفتره دي، ومع ذلك الرجل التزم تماما الصمت وعمل باجتهاد وبحب شديد ومع النادي الاهلي في السنين الاخيره وحتى قبل الانتخابات الاولانيه اللي تولى فيها الكابتن الخطيب رئاسه النادي، والكلام برضو اللي كان بيتقال وقتها عن العمري فاروق الله يرحمه وطمعه في الكرسي ومش عارف ايه وكلام حاجات شبه كده، والراجل كان اكبر سند للكابتن محمود خلال السنوات اللي فاتت، وكان يعني فاني وقته كله في خدمه النادي الاهلي، فيستحق الحقيقه كل تقدير وكل احترام وكل احتفاء من النادي الاهلي ومن جمهوره، وما اعتقدش ان في اهلاوي ولا النادي الاهلي يقدروا ينسوا العمري فاروق، ربنا يرحمه ويغفر له. ثم جاءت الزياره التاريخيه من مجلس اداره النادي الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك يا ايمن. بالتاكيد يعني احنا طبعا الفتره اللي فاتت كان الامور على مستوى مجالس الادارات مش افضل حال، كان يعني طبعا الناس كلها عارفه كان ايه اللي بيحصل، الفتره دي في هدوء، الامور طيبه، كل اللي احنا بنتمناه ان زي ما حضرتك كده قلت التنافس الرياضي هيفضل موجود، التنافس الجماهيري هيفضل موجود، كل نادي هيسعى ان هو يدعم فريقه بكل الطرق ويسعى ان هو يفوز بكل البطولات الممكنة، ولكن في النهاية يجب ان يكون هناك لغة احترام بين الناديين الاكبر في مصر. النادي الاهلي يعني انا من وجهة نظري شايف ان النادي الاهلي يعني اللي هو قدم الخطوة او قدم الخطوة انه راح مجلس اداره نادي الزمالك، حتى الدعوه يعني من نادي الزمالك، لكن النادي الاهلي بادر هو وراح رغم كل ما حدث وكل ما قيل وبعض البيانات اللي كانت صدرت قبل كده في حق مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي وجماهيره، حتى بعض المناوشات اللي حصلت في اخر مباراه للناشئين، لكن النادي الاهلي كل ده حطه على جنب وراح عشان فتح صفحه جديده في العلاقات مع نادي الزمالك اداريا، وزي ما اقول لك المشهد كان مشهد جيد جدا، وهو ده الطبيعي الناديين يبقى بينهم وبين اداراتهم كل الاحترام، كل نادي يحاول يحافظ على حقوقه بالطريقه اللي هو شايفها صح بدون التطرق للنادي الاخر او التطاول على النادي الاخر. احنا في النادي الاهلي عمرنا ما بنتطاول على احد، وان شاء الله الفتره اللي جايه الامور تبقى هاديه وفي افضل حال يعني. صبري، دعوة كريمة طبعا من مجلس إدارة نادي الزمالك، وخطوة عظيمة منهم ان هم يبداوا يصدروا للناس ويصدروا للمشهد الرياضي ان في عهد انتهى في 100 عقبة، خلاص ما بقاش اللي كان بيحصل قبل كده، ما بقاش موجود. قبول النادي الأهلي للدعوة الحقيقة كان اكيد شيء مميز جدا وزيارة عظيمة، وكان في احتفاء كبير جدا من حتى أعضاء نادي الزمالك، وكان في البعض بيهتف لبيبو، وكان في يعني استقبال حار الحقيقة، وكانت لفتة كريمة منهم جدا باقة الورد اللي اتحطت على كرسي الراحل العمري فاروق. فالحقيقة احنا نتمنى ان الفترة الجاية تكون مفيش مشاحنات، نهدى بقى وكل واحد يركز في ورقته زي ما بنقول، وكل واحد يفكر في ناديه، المنافسه لن تنتهي والصفقات اللي من هنا ومن هنا لن تنتهي، لان في ناس خدت الموضوع في سكه انه خلاص بقى يا جماعه احنا ايه كل واحد يقفل على نفسه ومش عارف ايه وكل ومفيش بقى تنافس ولا ناخد لعيبه من هنا ولا ناخد لعيبه، ده امر طبيعي جدا في كره القدم، وناديين كبار بيتنافسوا دائما على البطولات، فطبيعي جدا ان يكون في منافسات وطبيعي جدا يكون في تنافس حتى بين الجماهير وبعضها، لكن السنين اللي فاتت الموضوع كان راح بينا لمستنقع صعب جدا يعني. فاللي بيحصل او الدعوه اللي وجهها كابتن حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك هي رساله بتقول خلاص يا جماعه العهد ده خلص وبقى عهد بائد ومش موجود، احنا بنفتح صفحه جديده، تنافس رياضي شريف وفي احترام وفي رضا عن الشكل اللي دلوقتي بيحصل في نادي الزمالك، فيلا بينا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول ان احنا واجهه مشرفه للرياضه المصريه، اكبر ناديين مش في مصر بس ومش في الوطن العربي بس، يمكن في الشرق الاوسط كله، فالعلاقات لازم تكون محترمه وهاديه بين مجالس الادارات، لكن ده لا يمنع ان يكون في تنافس وتنافس شرس كمان بين الناديين. دعوه موفقه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي نشوف بقى تاثيرها على المجال الرياضي. دلوقتي بدات الدعوات للاهلي، لمجلس اداره الاهلي ما يزورش اسماعيليه، مش عارف ايه، ف
ده كويس ان احنا نبدا بقى نتحرك في الاتجاه ده، وملفات اللي هي مقفول عليها بقى لها سنين وما بنتكلمش فيها ان هي تبدا تطرح على الساحه وتحصل مصالحه، لان الانديه الجماهيريه كمان للاسف ما بقتش كتيره في الدوري حقيقي، فصعب قوي يبقوا 5-6 انديه جماهيريه والعلاقات بينهم ما هياش افضل شيء. فان شاء الله المرحله الجايه تبقى مرحله كويسه والناس بقى تركز في الكوره، يعني بدل اللي كنا بنسمعه السنين اللي فاتت دي. صحيح، احنا محتاجين ان احنا نركز في الكوره اكتر بكتير خلال الفترة اللي جاية، مع وجود أو مع قرار من رابطة الأندية بالتعاون مع كل أجهزة الدولة في عودة الجمهور مرة أخرى لـ 20,000 متفرج. أعتقد من الممكن جدا أن احنا نبدأ السنة الجاية باستاد مفتوح لكل الناس إن شاء الله. يعني دي حاجة كنا بنتمناها كلنا السنين اللي فاتت. طبعا احنا عارفين ان كده يعني الظروف كده كده في مصر، فكرة ان مباريات الدوري بشكل عام الجمهور بيحضرها بشكل كامل عدد زي مثلا الدوريات الأوروبية، لا دي مش موجودة شوية. في المباريات المهمة هي اللي بتبقى متقفلة أكتر، المباريات المصرية، المباريات الجماهيرية، الديربي. ولكن برضو كان صعب جدا تشوف مباراة في الدوري فيها 1000 مشجع لكل نادي، أو مباراة أهلي وزمالك في الدوري يبقى 3000 هنا و3000 هنا. فأعتقد قرار أن يبقى فيه 20,000 مشجع في كل مباراة في الدوري دي هتشجع الجمهور أن هو يروح، يبقى فيه كمان يعني مش بس الدرجة الثالثة تبقى مفتوحة، الدرجة الثانية مفتوحة، الدرجة الأولى مفتوحة، عشان كل واحد اللي بيحب ياخد أسرته ويروح، اللي بيحب ياخد أولاده، يعني ترجع تاني المباريات فيها الفرايتي بتاع انا عايز والله اروح الدرجه الثالثه، انا عايز اروح الدرجه الثانيه، الدرجه الاولى. الناس كلها الفكره الاستاد لما بيبقى عدد كبير ده كمان بيفتح بيوت ناس تانية كابتن اسلام زي ما حضرتك عارف. فالنهارده لا ده قرار موفق جدا، نتمنى بس ان ده رابطه الانديه ولما يحصل بعض التجاوزات او المناوشات العقوبات تبقى فوريه. في عقوبات كتير، الحرمان والمنع من الحضور، الحاجات دي بتأثر طبعا، وبالتالي ده هيخلي ان الجمهور حتى ما يروح لو في مناوشات الطبيعية ما بين جماهير الكرة اللطيفة دي بالظبط بالظبط الحاجات اللي بتعدي، اي حاجة غير كده ما يبقاش في قرارات بان الجمهور عدده يقل او منع كامل، لا يبقى اللي اخطأ هو اللي يحاسب على المشاريب بتاعته. ونتمنى ان النادي الاهلي طبعا الفتره اللي جايه عنده مباريات كتيره وضغط مباريات شديد، فنتمنى ان ال 20,000 دول يبقى كل مباراه في 20,000 مشجع من جمهور النادي الاهلي. صبري، وطبعا قرار ممتاز واحنا مستنينه بقالنا سنين، يعني من سنين طويله واحنا عمالين نتكلم في زياده اعداد الجماهير وان الجماهير لازم ترجع. بس الحقيقه انا شايف ان الموضوع برضو لازم مع ده ان احنا نبص شويه للانديه الشعبيه بقى وندعمها عشان يبقى في جماهير اصلا تروح. يعني احنا الدوري ما شاء الله ما فيش، يعني كم نادي هتعد كم نادي عنده اصلا 5 اصلا جماهير؟ اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد مصري، وبلدات المحله، ثلاث اربع ماتشات في كل اسبوع اللي هم هيبقى فيهم جماهير. فيعني نظره للانديه الشعبيه بقى اللي اختفت واندثرت بسبب عقبات ماليه او سوء اداره او بتاع، اعتقد ان يعني نتمنى ان الدوله تبدا تبص شويه للملف ده ويلاقوا له حل، ان الانديه الجماهيريه هي اللي بتدي روح للدوري. الماتشات طيب، الكوره ما بتعلاش طيب، ولاعيبه مستواها ما بيعلاش الا لما بتلعب تحت ضغوط جماهيريه. خليني بس اقول لحضراتكم زي ما قلت لحضراتكم، هناك بعض الاخبار الخاصه ببعثه النادي الاهلي، في كلام عن تعطل الطائره وفي كلام عن طلب النادي الاهلي تاجيل المباراه، قلت لحضراتكم منذ قليل خلينا ننتظر بيان رسمي يصدر من النادي الاهلي. وبالفعل صدر بيان من النادي الاهلي، بعثة النادي الأهلي تعطلت في أكرا واتصالات مع كاف لتأجيل مباراة ميدياما. تعرضت الطائرة التي تقل لبعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل 4 ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود. وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع، اصطدمت هذه المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن. وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي. وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في هذا اللقاء. مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم، وهناك أنباء كثيرة جدا خلال الساعة اللي فاتت عن تعطل بعثة النادي الأهلي، وبالفعل صدر بيان على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي شرح في هذا البيان أن بعثة النادي الأهلي تعطلت بسبب أن في معدة من المعدات اللي مخصصة زي ما حضراتكم عارفين الطيارة علشان تتحرك لما بقاش في أول ما بتنزل عشان تتحرك لورا أو لقدام بيبقى في زي عربية صغيرة، عربية نقل صغيرة كده بتزق الطيارة لقدام أو بترجعها لورا، وبالتالي الطيارة دي خبطت في مقدمة أو العربية النقل دي خبطت في مقدمة الطيارة، وبالتالي باتت الطائرة لا تصلح للطيران. طب هنعمل إيه؟ هنسافر مشي؟ هنسافر في الجو؟ هنطلع اللعيبة نركبهم جناحات؟ مفيش. وبالتالي الطيارة واقفة لحين ما يتم إصلاحها ويبقى هناك تأكد تام من صلاحياتها للطيران. عشان كده النادي الأهلي ما كانش عامل حسابه على هذا الأمر. دلوقتي رئيس البعثة مع الجهاز الإداري للنادي الأهلي والجهاز الفني بيدوروا على أوتيل يقعدوا فيه في كوماسي، أو أنا آسف أوتيل يقعدوا فيه في أكرا، لغاية لما تتصلح الطيارة أو يكون هناك اتصالات بوزارة الطيران علشان يكون هناك طائرة بديلة. حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها في ظل هذه الأحداث. طلب النادي الأهلي أو هناك اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل هذه المباراة 24 ساعة لحين استطاعة النادي الأهلي الوصول إلى كوماسي كما هو مرتب له. أنا بحكي لحضراتكم الموضوع بسرعة جدا، وزي ما حضراتكم شفتوا بعض اللقطات الخاصة بهذه الطارئ اللي حدث مع بعثة النادي الأهلي في مطار أكرا. إيه اللي هيحصل؟ إحنا مع حضراتكم أول بأول نقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، ولكن أنا بيني وبينكم هنحكي لحضراتكم اللي بيحصل، وهنجيب حضراتكم حد من هناك يحكي لنا إيه اللي بيحصل مع الطيارة والكلام ده كله. ولكن أنا اللي يهمني في مثل هذه الظروف إيه؟ إن الاتحاد الأفريقي ينظر إلى هذا الأمر الطارئ. أنا ماليش دعوة، أنا كراجل عندي مواعيد طيران، جبت وجيت بطيارة خاصة، الطيارة باظت، هعمل لها إيه؟ ماذا أفعل؟ ماذا يفعل النادي الأهلي في مثل هذا الأمر؟ فيجب على الاتحاد الأفريقي الوقوف بجانب النادي الأهلي في هذا الأمر علشان يأجل الماتش 24 ساعة لحين إصلاح الطيارة والوصول إلى كوماسي. هل في ده حاجه غلط بنقولها؟ امر طبيعي، طلب طبيعي وطلب مشروع تماما. والحقيقه ان عدم قبول هذا الطلب ممكن يعني خلينا نتكلم عن حاجات ما يعني ما اظنش ان احنا المفروض نتكلم فيها، يعني دي بديهيات. طائره تعرضت لحادث مش مسؤول عنه خالص النادي الاهلي، والنادي دلوقتي اصلا في ورطه ان هم مش لاقيين مكان يبيتوا اصلا فيه اللعيبه، فمنطقي جدا ان الاتحاد الافريقي ياخد قرار بتاجيل المباراه. ما اظنش ان ينبغي ان يكون في تفكير من الاتحاد الافريقي ان هو يقيم المباراه في نفس الوقت حتى لو بعثه الاهلي هتوصل بكره، لان مش هيبقى في تكافؤ. يعني فكره تكافؤ الفرص هنا بقى مش هتبقى موجوده. فاعتقد ان الاتحاد الافريقي ان شاء الله يستجيب لمجلس اداره النادي الاهلي او لطلب النادي الاهلي بتاجيل المباراه 24 ساعه، بس اهم حاجه بس يلاقوا فندق يبيتوا فيه اللعيبه النهارده، يعني بدل ما يفضلوا موجودين في المطار. ظرف طارئ وارد يحصل حتى لو بنسبه ضئيله، لكن الحمد لله اهم حاجه في الموضوع ان اللعيبه بخير والجهاز الفني بخير. لا الحمد لله كل الامور جيده. انا زي ما شرحت بالظبط كده، هي الطياره بتبقى ماشيه بيبقى فيه، لو هي دي الطياره بيبقى فيه عربيه كده زي ما انتم بتشوفوا في الدنيا، بتلاقي عربيه صغيره نقل كده بتنقل الطياره بتزقها، وده موجود في كل مطارات العالم يعني. فالطياره العربيه دي خبطت في وش الطياره، يعني محدش هيركب طياره ما محدش هيركب طياره مخبوطه يعني ويسافر بيها، هيكون السواق من المشجعين. أو زي ما حضراتكم شايفين ده البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص موضوع. الحقيقة أنا سعيد جدا بمثل هذه الأمور، لأنه أولا بأول بتشوفوا كل الأحداث زي ما حضراتكم شايفين، سواء على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ومن خلال قناتكم تشوفوا إيه اللي بيحصل بعيدا عن أي كلام، أو يعني محدش يخدكم في كلام تاني. هذا هو الأمر وهذا هو شرح للأمر. مرة تانية بعثة النادي الأهلي تعطلت في أكرا،
واتصالات مع كاف لتأجيل مباراة ميدياما. تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل 4 ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود. وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن. وعليه باتت بعثة النادي الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي. وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في هذا اللقاء. إن شاء الله بس الأمور تبقى على خير، وال زي ما قلنا كده لقوا بس الفندق يعني لا خلي بالك كل حاجه الحمد لله بسيطه ان شاء الله عشان المباراه نبقى جاهزين ليها. واعتقد الفتره اللي فاتت لا الكاف كان بيستجيب لطلبات تاجيل زي كده بخصوص برضو مشاكل في الفرق ممكن توصل او ظروف الطقس مثلا اللي تاخر سفر فريق او حاجه زي كده. وافتكر ممكن مع النادي الاهلي كابتن اسلام في 2012 كنا بنلعب في أبيجان أو في مالي، يعني كنا تقريبا في مالي مباراة الملعب المالي اللي هي اللعيبة رجعت في طيران طيارة حربية أو حاجة زي كده. مباراة الإياب اللي كانت في مصر اتأجلت عشان خاطر بعثة النادي الأهلي كانت قعدت في مالي كذا يوم بسبب المشكلة اللي حصلت، وإن هم رجعوا بعد كده يعني طيران حربي هو اللي رجعه. فأعتقد إن لا الكاف يعني عنده من المرونة إن هو يستجيب لطلب النادي الأهلي والتأجيل، خصوصا إن يعني أصلا كده كده مباراة دوري أبطال أفريقيا بتلعب يا جمعة يا سبت، فان انت تلعب السبت دي مش ازمه كبيره يعني، حتى سواء في البث او في اي امر اخر الكاف يقدر يحلها. وان شاء الله لا ان شاء الله المباراه تتاجل عشان يعني ده حدث يعني حدث عارض، وما يعني ما كانت حاجه مش متوقعه، حاجه مش في ايدين حد بالظبط. مفاجآت افريقيا لا تنتهي بس شفته كتير يا كابتن شفنا كتير، بس انا الحقيقه دي يعني ممكن مثلا مره شفت نزلنا ملعب والدنيا مطرت فالحكم صفر مش هنكمل الماتش في الدقيقه 40 مثلا من الشوط الاول. ده كان ماتش القطن ده كان ماتش القطن تقريبا مش فاكر كان ماتش ايه، مره مع الاهلي ومره مع الاسماعيلي. يعني انا لعبت مره مع الاهلي ومره مع الاسماعيلي وتاجل الماتش لتاني يوم وكملنا بقيه الماتش جداً. فبتحصل يعني بتشوف حاجات صحيح. بتحصل زي دي. احنا ايامنا ما كنا بننزل في المطار ما كانتش طبعا فيه التجهيزات في كل مطارات افريقيا، ما كانتش زي دلوقتي. مهما كانت التجهيزات الحاليه لو صعبه فشوف زمان كانت عامله ازاي. فكنا ساعات كتيره جدا بننام في الطياره وبننام في جنب الطياره وبننام في ارض المطار كانت حاجات كتيره جدا، وفي ناس كانت يعني يلا امور كتيره جدا كانت بتحصل. لكن في النهايه يعني الامور دلوقتي مختلفه، انت بتسافر بطيران خاص دلوقتي بيبقى معاك ناس وبتبقى معاك زحمه امور كثيره جدا جدا تغيرت الحقيقه لصالح اللاعبين ولصالح الانديه الكبيره مثل الاهلي الحقيقه علشان تقدر تعمل كده. لكن في النهايه اتمنى ان يستجيب الاتحاد الافريقي لطلبات النادي الاهلي او لطلب النادي الاهلي المشروع في تاجيل هذه المباراه لمده 24 ساعه. وزي ما ايمن وصبري قالوا ما عندناش مشكله، البث القناه بتاعتنا وحبايبنا واخواتنا ونقدر نقول يا جماعه ناجل الماتش لبكره. ومباراه للاهلي الحقيقه لما تتاجل ما فيش اي مشكله، لانه الناس كلها هتنتظرها يوم جمعه يوم سبت يوم حد اي يوم الناس كلها هتقعد تتفرج على او كل جمهور النادي الاهلي هيقعد يتفرج على مباراه النادي الاهلي. فبالتالي الموضوع لن يكون صعب ان هو يتم تحقيقه. اتمنى ان يوافق الاتحاد الافريقي على هذا الامر خلال ما اعرفش بقى هل هيطلعوا بيها قرار النهارده بكره ممكن بكره ما اعرفش، شغالين ونشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور يا صبري. يعني اعتقد ان هم هياخدوا القرار بشكل عاجل يعني بالكتير بكره بدري كمان لازم يكون الموضوع معلن واللعيبه هتعرف او النادي عارف هيلعب المباراه الجمعه ولا السبت. ما اعتقدش ان في مشكله ابدا ان هي تؤجل، يعني النادي الاهلي شعبيته كبيره جدا، وزي ما حضرتك قلت فكره ان الماتش يتلعب يوم سبت حتى لو يعني في ميعاد متفق عليه ان في مباراه تانية لا، يعني مباراه الاهلي مهمه وهتحظى بنفس نسبه المتابعه
سواء اتلعبت يوم سبت يوم حد اي يوم في اي وقت، موضوع البث بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او بالنسبه للمشاهدات اللي ممكن تحصل على المباراه ما فيهوش ادنى مشكله ولا في اي امكانيه للمخاطره، يعني كده كده جمهور الاهلي هيتفرج من كل حته يعني. فانا اتمنى بس ان القرار يكون سريع، وزي ما قلت بس احنا نتمنى اهم حاجه اللعيبه تلاقي فندق تبات فيه النهارده بدل ما هم لسه موجودين في المطار لحد دلوقتي. يعني نتمنى ان ده يحصل خلال الوقت القادم ان شاء الله. اي اخبار جديده هنبلغها لحضراتكم زي ما بلغنا لحضراتكم ايه اللي كان او ايه اللي بيحصل مع بعثه النادي الاهلي، هنبلغ حضراتكم ماذا حدث في هذا الامر. طيب يعني مباراه مهمه، مباراه صعبه، هنشوف اذا كانت اذا تم تاجيل هذه المباراه هنقول لكم، او اذا حصل اي حاجه تانية هنقول لحضراتكم طول ما احنا على الهواء. ولكن في النهايه ايمن هي امور بتحدث وامور طارئه، ولكن يجب ان يتم وضعها دائما في الحسبان. ممكن جدا يتم رفض هذا الطلب، يعني لو تم رفض الطلب خلاص، يعني طالما يعني هو اهم حاجه هو قبل يعني الرفض او الموافقه من عدم كابتن اسلام هيبقى اعتقد مترتب على هل تم توفير طائره للنادي الاهلي مثلا في الساعات اللي جايه ان هو يسافر على طول لكوماسي من اكرا، ده ممكن. لكن ماذا يحدث لو ان النادي الاهلي الطياره توفرت له بكره بالليل مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ مع بكره بالليل مباراه هي يوم الجمعه في الساعه 6 مثلا بتوقيتنا، بتبقى بدري شويه في غانا. طب ايه اللي هيحصل لو الطياره اتوفرت بكره بالليل؟ ده برضو اكيد الكاف هيبقى في حساباته. النادي الاهلي هيقدر كمان هو يتوفر له ملعب تدريب مثلا بكره، ان هو يتمرن بكره في اكرا قبل ما يسافر لكوماسي؟ اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، الا لو السلطات هناك في غانا قدرت ان هي توفر طائره للنادي الاهلي في الساعات اللي جايه دي. يعني هو هناك تعاون مع السفاره اكيد المصريه هناك في هذا الامر لحين التوصل ل ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. بحاولوا تشوفوا لنا سيادة سفيرة شباب ممكن لو يقدر يقول لنا يعني ايه اللي بيحصل هناك او ماذا سيحدث، لانه احنا عارفين دلوقتي ايه اللي حصل، لكن ماذا سيحدث خلال بقى الفتره القادمه او الساعتين ثلاثه اللي جايين؟ لو تقدروا تجيبوا لنا السفيرة شباب يبقى كويس جدا. هل ده من الممكن ان يؤثر يا صبري على شكل المباراه؟ بالتاكيد، يعني فكره الاستعداد، الوقت اللي هو متاح للتدريب ومتاح للتجهيز قبل المباراه اكيد بيتضغط وبيقل، خصوصا لو المباراه اتلعبت في نفس ميعادها. اللعيبه هتتمرن امتى؟ خصوصا المباراه بدري بالنسبه لتوقيت غانا، هي في وقت مبكر شويه، الماتش الساعه 4 بتوقيت هناك. فهل اللعيبه هتاخد بعد السفر ده عدد ساعات كافي للراحه ولا لا؟ ده موضوع واضح ان هو مش هيكون متوفر، فبالتاكيد هيأثر على شكل الاداء. هتلعب في ملعب في جو يعني حر، الساعة 4 في عز الشمس، ما خدتش راحة كفاية من السفر، تعرضت لضغوط، لعيبة قعدت وقت طويل في المطار، بيتت بره الفندق اللي هي المفروض تبيت فيه، ما تعرفش اصلا هم هينتقلوا بكره، هل هينتقلوا عن طريق طياره؟ ولو ما لقوش طياره طب هيروحوا اصلا هيروحوا لكوماسي ازاي؟ هل هيركبوا حافله توديهم؟ المسافه قد ايه؟ كل الحاجات دي اكيد مؤثره بشكل كبير. لكن اعتقد برضو ان خبرات لاعيبه النادي الاهلي من المفروض ان هي تخليهم اتقل من كده، يركزوا اكتر من كده في المباراه. لكن برضو هي بالتاكيد هتاثر، بس مش المفروض ان هي تاثر على لعيبه بالكم ده من الخبرات، ما يبقاش التاثير مبالغ فيه. طيب ايمن، برضو في مثل هذه الظروف كيف يتصرف مارسيل كولر مثلا؟ لا يعني كمدير فني هو اكيد لازم هيحط في حساباته اول حاجه انا بكره هتمرن ازاي، يعني هو اكيد هتمرن فين بالظبط، يعني ده اكتر حاجه اكيد بتشغل باله حاليا. يعني لو تم توفير طيران في الساعتين اللي جايين دول ماشي، ممكن حتى لو وصلوا في وقت ما في كوماسي فيقدروا يتمرنوا، لكن ماذا لو احنا فضلنا في الكوماسي؟ هل هنقدر نوفر ملعب تدريب؟ طب هنسافر امتى وهنتمرن ازاي؟ فاعتقد دي كلها حاجات هتبقى بتشغل بال مارسيل كولر. فكره بس ايجاد مكان او توفير وقت مناسب للتدريب عشان خاطر اللعيبه ما تقعدش وقت كبير بلا تدريب بلا تجهيز فني للمباراه. ولكن هو ممكن
يستغل برضو بعض الوقت. لا بس هو يعني بكره والكلام ده كله بكره يعني النهارده، ما تخش النهارده حد يفكر في اي حاجه غير في النوم النهارده. بالظبط يعني هو النهارده المكان اللي هننام فيه هيكون فين، فهي دي اعتقد بس كل ما يعني هيفكر فيه مارسيل كولر ان هو بكره وبعده ايه اللي هيحصل. لو المباراه يوم الجمعه مش ما تاجلتش يبقى النهارده هو اكيد بيفكر طب انا يوم الخميس ده الدنيا تمشي ازاي، لكن لو المباراه اتاجلت ليوم السبت اعتقد هيبقى عنده مساحه من الوقت افضل ان يعد لاعبيه برده بشكل افضل على المستوى الفني والمستوى الذهني للمباراه، لان هي مباراه مهمه في طريق النادي الاهلي للتاهل لدور الثمانية. نعم. خصوصا ان فريق ميدياما لما هنيجي وقت ما نستعرض او نتكلم على الامور الفنيه والرقميه هو على ارضه هو قدر يجمع 4 نقاط خلته لسه في الصوره رغم ان هو فريق من يعني كمستوى رابع يعني. مظبوط، ولكن يعني نتمنى ان يحدث امور مختلفه خلال هذه الفتره. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا ونشوف اخبار بعثة النادي الاهلي ايه وكده، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف ايه اللي بيحصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم يعني الحمد لله اتكلمنا اطمنا على بعثة النادي الاهلي، الحمد لله تقريبا او مش تقريبا الفريق وصل الى بالفعل الى فندق في مدينة اكرا لحين الانتهاء من كل الامور اللي هتبان خلال الساعات القليله القادمه اللي هيحصل، هل هنسافر النهارده هل هنسافر بكره، ولكن الحمد لله اطمنا ان بعثه النادي الاهلي بالكامل وصلت الى فندق للاقامه في مدينه اكرا طبعا بالتعاون مع السفاره في سفارتنا في اكرا او في غانا. الحمد لله كل الامور جيده، الامور ماشيه بشكل جيد، ما تقلقوش من حاجه. هناك بعض الأمور الإدارية اللي بتحصل دلوقتي إن شاء الله في خلال دقائق قليلة نطمن أكتر وأكتر ونطمن حضراتكم من خلال مداخلة هاتفية من رئيس البعثة الدكتور مهند مجدي، ونبقى اطمننا على البعثة بالكامل خلال الأوقات القليلة القادمة. يعني في إطار طبعا البحث عن هذه الأمور كنا بنحاول نعرف إيه اللي بيحصل لأيمن وصبري. الحمد لله اطمننا على الفريق، الفريق الحمد لله دلوقتي في الاوتيل، وصلوا الاوتيل في اكرا لحين بقى اجراء اتصالات خلال الساعات القليله القادمه. تمام، لا يعني دي حاجه كويسه، وطبعا اكيد النادي الاهلي البعثه دكتور مهند من الشخصيات الجميله، ويعني اكيد هو دلوقتي بيعمل اتصالاته بيظبط كل الامور، واكيد هنا في كمان اتصال بالناس هنا عشان نشوف ازاي بس الصيغه اللي هنوصل فيها مع الكاف لاتفاق ان المباراه نشوف مصيرها ايه. فاعتقد طيب دي يعني دي خطوه اولى ان النادي الاهلي الحمد لله البعثه لقت الفندق والامور طيبه، فخلاص برضه من بدري الفرقه من بدري جدا في المطار. طبعا والصبح تاجل الطياره مره واثنين وثلاثه الصبح 3-4 ساعات تقريبا، وبالتالي اللعيبه من بدري برضه اصابوا في المطار ومرهقين ومحتاجين ان هم يريحوا شويه. طبعا هي ظروف صعبه، بس يعني الحمد لله ان احنا عندنا جهاز اداري قوي في النادي قدر يتعامل مع الموقف بسلاسه وبسرعه، وطبعا بالتعاون مع السفاره المصريه هناك. كويس الحمد لله انهم عرفوا يوفروا فندق اللعيبه تريح شويه، طبعا مش تاخد القدر الكافي من الراحه، برضو مش تاخد القدر الكافي من الراحه، بس على الاقل هيقدروا يباتوا ويناموا شويه لحد ما نشوف الوضع بكره هيمشي ازاي مع الاتحاد الافريقي ومع السلطات هناك، سواء بتوفير طيارة تانية أو الطيارة دي هتتصلح أو هيروحوا إزاي. موقف طبعا شوية ضبابي، لكن إن شاء الله يمكن بكرة الصبح تكون الأزمة كلها اتحلت يعني. ولعل كل تأخيرة يبقى فيها خيرة زي ما بنقول كده. فيعني دي كلها أقدار حاجة، إحنا مش في إيدين حد، فلعله خير ان شاء الله ان دي في ايدين السواق. لا طبعا خلي بالكم برضو في متابعه دائمه، كابتن محمود الخطيب بيتابع دائما كل الامور، والحقيقه هو بيتدخل بشخصه يعني في امور كثيره في هذا الامر، وهنقول لحضراتكم بعد قليل ايضا ايه الامور اللي بتحصل، لانه زي ما قلت لحضراتكم اهم حاجه ان احنا اطمنا على فريقنا وعرفنا ان هم يعني طلعوا من المطار راحوا للاوتيل في اكرا يريحوا، بعد كده الباقي كله بقى يعني اتصالات كثيرة جدا بيقودها كابتن محمود الخطيب ودكتور مهند مجدي رئيس البعثة، رئيس بعثة النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة دكتور مهند مجدي، علشان يقول لنا ايه اللي هيحصل بقى خلال الفترة القادمة. بنحاول برضو نجيبه على التليفون، حضراتكم عارفين التليفونات في مثل هذه الأمور بتبقى
الاتصالات خطوط الاتصالات صعبه جدا، ولكن دائما هنفضل ورا دكتور مهند ان شاء الله لغايه لما يعني نعمل كونتاكت معاه علشان نقدر نوصل ونعرف ونطمن على بعثه النادي الاهلي. مشاورات دائمه الحقيقه من دكتور مهند مع كابتن محمود الخطيب في هذا الامر يا ايمن. طبعا لا يعني اكيد كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يعني مروا بكل الظروف، حتى يعني مهند رجل رياضي وبطل في الكاراتيه اكيد برضه سافر كتير وتعرض لمواقف يعني شبه دي. طبعا مش الطياره يحصل لها مشكله، ولكن ممكن يبقى فيه صعوبات مثلا في بعض الامور، ودي بتبقى خبرات في كابتن خالد بيبو زي ما ظهر في الصوره، وده واضح كده ان ده الباص اللي هم يعني خدوه عشان خاطر يتحركوا. فلا يعني اكيد النادي الاهلي دايما في الامور دي بيبقى زي كده خليه نحله، تلاقي كل الناس دلوقتي صاحيه، كل واحد شغال في المكان بتاعه بيحاول ان هو يوفر اكبر قدر من الراحه اولا للبعثه، ثانيا التامين، وثالثا وده الامر اللي هو الفكره بتاعت ان الماتش هيتلعب ازاي. فيعني وده كله زي ما انا رايي ان انا بصبري في مثل هذه الامور نخلص مرحله مرحله. يعني انا دلوقتي في مرحله ان انا عايز اروح كوماسي. يعني اولا كانت المرحله الاولى ازاي همشي لعبتي من المطار لان انا اريحه في فندق. خلاص دي المرحله الاولى حصلت. المرحله الثانيه بقى تاجيل المباراه 24 ساعه. صحيح. لانه انا مش عارف اروح كوماسي. المرحله الثالثه انا هروح كوماسي امتى؟ هروح كوماسي يعني هتدرب امتى؟ وهتدرب فين لو ما رحتش كوماسي بكره؟ لا يعني ما هي كوماسي اعتقد ان الامور متظبطه. لا اصلا لو ما رحتش كوماسي بكره او اتاخرت فهتدرب فين في اكرا؟ هل هيتم توفير ملعب؟ طب هلعب المباراه امتى؟ طب المباراه هتبقى في نفس الميعاد اللي هو الساعه 4 ولا هيبقى في 4 بتوقيت غانا يعني 4 بتوقيت غانا، ولا هيبقى في تاجيل كمان لعدد من الساعات؟ واظن ان ده برضه هيبقى امر منطقي جدا ان الماتش ما يتلعبش الساعه 4 اذا كان في امكانيه يتلعب بالليل شويه، هتبقى الفرصه افضل واللعيبه تاخد وقت منطقي شويه للراحه يعني. عايز اقول ان حاجه مهمه في اللي بيحصل ده، لان كان في ناس انا شفت شويه كلام كده على السوشيال ميديا، الناس بتتكلم هو ليه الاهلي في المعسكرات وفي الحاجات اللي فيها سفريات خارجيه مش دايما بيروح اعضاء كبار من مجلس الاداره سنا يعني. هكذا تخلق الكوادر، الاهلي بيصنع كوادر بالطريقه دي، لازم يتحطوا لازم ينزلوا البحر يعني ينزلوا البحر ويجربوا. فحاجه زي كده هتثقل الرئيس البعثه اللي موجود، هتثقل كل اداري اول مره مثلا يكون موجود في حاجه زي كده ويتعرض لاختبار زي ده، هيعرف يتعامل ازاي؟ فده هو اللي المفروض يحصل، ان كل انت بتصنع الكوادر بانك بتحطهم في موضع المسؤوليه وتسيبهم يختبروا المسؤوليه دي ويجربوا نفسهم، والحمد لله ان انت بتبقى مؤهلهم لده، فبنشوف نتيجه كويسه وسريعه وبنشوف تعامل جيد مع الموقف زي ما حصل النهارده. لان الحقيقه الدعوات اللي اتقالت او الكلام اللي انا شفته من بعض الناس على السوشيال ميديا في اليومين اللي فاتوا كان كلام غريب جدا ومش مبرر خالص يعني. طب اهو يعني موقف طارئ جدا حصل، مش وارد انه يحصل كتير، ومع ذلك الناس تعاملوا معاه بمنتهى الجديه وبمنتهى السرعه، وقدروا يوفروا الفندق واجروا بسرعه اتصالات مع الاتحاد الافريقي. ما حدش استنى يعني، ما حدش ارتبك وقال احنا هنعمل ايه، لا في ثواني الاتصالات اتحركت في كل ناحيه. هنوفر فندق ازاي؟ هنتكلم مع الاتحاد الافريقي عشان ياجل المباراه. هنتحرك بكره ازاي؟ كلها امور الحقيقه حتى لو بتحدث لاول مره، انما بتبين لك قد ايه الاهلي قادر ان هو يخرج كوادر قادره تتعامل مع المواقف اللي شبه دي واللي اصعب منها كمان. حتى صبري كمان اكمل كلامك، الفكره البيان نفسه، البيان نفسه خرج بسرعه. صحيح. فكره ان يعني الاخبار تم تداولها، طبعا الناس قلقت على بعثه النادي الاهلي، ايه اللي حصل؟ ده حادثه؟ طب ده ايه يعني الامور الاخبار هنا وهنا. فطبعا ان النادي الاهلي على طول في ساعتها البعثه الاعلاميه اللي موجوده مع الفريق على طول اللي خدوا الاجراءات والتوضيح، ونزل توضيح كامل بالموقف عشان يطمنوا، حتى لان هنا اكيد اللعيبه بتبقى مسافره، هنا اسرهم موجوده بعيدا عن الجمهور لو عايز يطمن. صحيح. على فريقه ده كمان البعثه دي اللعيبه والاجهزه الفنيه والاداريه وكل الناس دي عندها اسر هنا بتبقى عايز تطمن عليهم، تعرف هم حالتهم عامله ازاي. فبالتاكيد ان حتى سرعه البيان نفسه في ان هو ينزل بالصيغه دي اللي فيها توضيح لكل يعني البيان نفسه في اجابه على كل الاسئله اللي ممكن اي حد يسالها
في الوقت ده البيان لان هو خلي بالك ما يعرفش اكتر من كده، لان احنا لسه مش عارفين هل المباراه هتاجل ولا لا، هل هنقعد احنا قاعدين في اكرا، هل طب هنقعد بكره ولا لا، هنسافر النهارده ولا بكره، صح. في حاجات كتيره مش باينه لسه لما تتعرف. اعتقد مليون في الميه حال الاستاذ جمال جبر في مثل هذه الامور بتجد ان هو دايما بيوافينا بكل الامور اللي بتحدث علشان نقولها للناس او نقولها لكل جمهور النادي الاهلي اولا باول الحقيقه. اكيد يا كابتن اسلام، ودي دي دي من الحاجات اللي دايما مهمه، فكره الشفافيه وان الناس تبقى عارفه كل حاجه، عشان حتى انت بتقتل اي نوع من انواع الاجتهاد، لان في الفتره الاخيره يعني وللاسف تابعنا في مواقف كتير ان الناس بتجتهد في المرض، بتجتهد في الموت، يعني ما بتستناش. يعني طبعا كله بيبقى عايز يعمل شغله، كله بيبقى عايز يبقى عنده السبق، كله بيبقى عايز ان هو ينفرد بالخبر، ولكن في بعض الاحيان فكره الانفراد بالخبر او المعلومه بتصطدم بان انت بتقول معلومه غير مكتمله، مش لازم نقول غير صحيحه، لا ساعات غير مكتمله، فلما المعلومه كمان غير مكتمله ده بيعمل حاله من البلبله وحاله من الذعر. فالنهارده البيان اللي صدر من النادي الاهلي وضح فيه اجاب على كل التساؤلات الحاليه، احنا دلوقتي مستنيين نعرف الفريق موقفه ايه في الساعات اللي جايه، هل هنقدر نوفر طيران يقل الفريق في الوقت ده لكوماسي، لا طب بكره هل هيبقى بدري، هل التمرين هيبقى في اكرا، كل دي امور اكيد واحده واحده كده هنعرفها، بس اهم حاجه ان احنا بنطمن الناس وبنطمن اسر اللاعبين والاجهزه، اسر الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه المصاحبه للفريق، ان البعثه بخير ووصلت الفندق، و الساعات اللي جاية إن شاء الله نقدر نعرف تفاصيل أكبر عن المباراة. برضو في هذا الإطار الحقيقة سفير أيمن الدسوقي يوسف سفير مصر في دولة غانا كان حريص على التواجد في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد الظروف الطارئة اللي حصلت بعد تعرضت لها هذه الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة إلى مطار أكرا. وكان السفير المصري في غانا رفقة الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة كانوا حريصين على تسهيل خروج البعثة وتذليل كافة الصعاب ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت. وهبطت الطائرة قبل 4 ساعات بمطار أكرا للتزويد زي ما حضراتكم عارفين، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن. طيب مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم احنا بنشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل دلوقتي مع بعثة النادي الأهلي في مطار أكرا. الحمد لله الأمور جيدة جدا، البعثة غادرت المطار إلى فندق للإقامة قريب من المطار زي ما حضراتكم سمعتوا، وإن شاء الله بعد قليل أيضا نستطيع أن نوفيكم ببعض الأخبار الخاصة بهذا الأمر. طيب برضو أيمن في مثل هذه الظروف يعني أنا عندي بعض الأمثلة القريبة مما حدث، يعني يوم 29/9/2023 يعني من كام شهر فقط الاتحاد الافريقي قرر تاجيل مباراه شباب بلوزداد الجزائري امام ضيفه باور رينجرز من سيراليون في اياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقه دوري ابطال افريقيا 48 ساعه على ملعب ميلود هدفي بمدينه وهران غرب الجزائر. قرار التاجيل اتخذه الاتحاد الافريقي عقب الصعوبات اللي واجه فريق باور رينجرز السيراليوني في القدوم الى الجزائر. فريق باور رينجرز علق بمطار كوناكري في غينيا بعد قدومه من سيراليون في طريقه الى الجزائر على متن طائره تابعه لشركه الخطوط الجويه الجزائريه. وبالتالي تم اتخاذ القرار بتاجيل المباراه 48 ساعة، وبالتالي هو على القياس ده اكيد يا كابتن اسلام. طيب خلينا نروح للدكتور مهند مجدي رئيس بعثة النادي الاهلي المسافرة الى غانا. دكتور مهند ازي حضرتك يا فندم، ويعني طمنا عليك وطمنا على البعثة بالكامل. اهلا بيك كابتن اسلام واهلا بالساده الضيوف. والله يعني احنا حاليا اهو دلوقتي وصلنا الفندق، بس طبعا كانت اليوم كان شاق جدا، يعني ظروف صعبه جدا كانت محاوطه البعثه،
بدايه من ان احنا اتاخرنا طبعا عن المعتاد في ميعاد الاقلاع من القاهره نظرا لاسباب فنيه، بس طبعا تاخيرها كان مدته طويله. اسباب فنيه تخص الطائره؟ اسباب فنيه تخص الطائره طبعا. وبعدين وصلنا مطار اقرا على يعني مفترض ان احنا هيبقى في خلال نص ساعه او ساعه الا ربع يتم بس بعض الاجراءات الصيانه والتفريغ والوقود وكده، وبعدين نتحرك تاني. للاسف قعدنا اكتر من برضه من 3-4 ساعات في المطار، وفوجئنا طبعا انه في مشكله مختلفه عن اللي حصلت في القاهره، برضه اسباب فنيه في الطياره يعني تحول دون صعوبه ان الطياره تقدر تتحرك. بالاضافه كمان انه على اثر ذلك يعني التصريح بتاعنا في الهبوط في مطار كوماتي تم الغائه يعني. فما كانش دلوقتي غير ان احنا من وقتها واحنا بنعمل طبعا تحركات في جميع الاتجاهات وخطوه بخطوه. طبعا كابتن محمود الخطيب متابع معانا متواصلين مع عشان كابتن الخطيب يبقى عنده علم بالامور اللي بتحصل كلها. تواصلنا طبعا مع الدكتور سعد شلبي عشان الامور الاجرائيه والتنفيذيه وحطينا الخطط المحتمله او السيناريوهات المحتمله للفتره اللي جايه. واول ما نوصل لحاجه باذن الله هنقدر ان احنا نعرف بيها الناس ان شاء الله بشكل رسمي على منصات النادي الرسميه باذن الله يعني. طبعا نتمنى الناس كلها تدعمنا، ونتمنى ان شاء الله الامور تعدي على خير. وبطمن حضراتكم يعني الاوضاع حاليا بس مستقره، بس طبعا هو الموضوع مرهق جدا يعني. لكن بالنسبه للفتره الجايه اذا كان بكره او كده لسه مش عارفين السيناريوهات المحتمله ايه، فهنبقى على اتصال. وطبعا ما ينفعش ما اشكرش معالي السفير ايمن الدسوقي على مجهوده معانا، ما سبناش ولا لحظه من ساعه ما بقى بلغونا بالمشكله. وتدخل حتى في تغيير الفندق الاقامه اللي احنا كنا رايحين له هنا في اكرا عشان نقدر كمان ان احنا نوفر يعني كل سبل الراحه. انت عارف احنا على قد ما بنقدر يعني في النادي بنحاول نوفر كل سبل الراحه للفريق، لكن في امور بتبقى خارجه عننا خالص، مش احنا خارجه عن ارادتنا، وكلها يعني اقدار يعني ربنا يكتب الخير اهم حاجه والامور تعدي على خير ان شاء الله. يعني حضرتك دلوقتي في الاوتيل واللاعبين في الاوتيل، وهننتظر لغدا ان شاء الله من خلال منصات النادي الرسميه ماذا سيحدث؟ باذن الله. صح كده؟ باذن الله ان شاء الله، لان احنا دلوقتي بصدد اعداد تقرير مفصل عن الواقعه اللي حصلت عشان نقدر ان احنا لو هيبقى في تحركات من مجلس الاداره يبقى معانا ما يثبت او ما هو موثق بالتقارير عن ما حد طبعا النهارده طول اليوم يعني. لمحاوله تاجيل المباراه طبعا. طبعا هي لمحاوله تاجيل المباراه هي من ضمن السيناريوهات المحتمله، فلكن طبعا ده محتاج يعني النادي الاهلي ياخد الخطوات المضبوطه والصح، وفي نفس الوقت الجهات كلها تتعاون وتتفاهم الوضع. لكن في الاخر احنا عاملين حسابنا مهما كانت الظروف، احنا عندنا استعداد نلعب تحت اي ظروف يعني باذن الله ان شاء الله يعني. الحقيقه انا ربنا كريم باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور مهند على كل هذه الامور، وكالعاده الحقيقه دائما رئيس البعثه بيكون متواجد، واي رئيس بعثه لكل بعثات النادي الاهلي بيكون بيقوم بدوره على اكمل وجه، وكالعاده زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا من دكتور مهند مجدي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند مجدي رئيس بعثه النادي الاهلي في اكرا. الحمد لله اطمنا، البعثه في الاوتيل، جميع افراد البعثه في الاوتيل القريب من المطار، بيتم اتخاذ بعض الخطوات لن يتم الاعلان عنها طبعا دلوقتي، ولكن سيتم الإعلان عنها خلال منصات النادي الرسمية في الفترات القادمة أو في الساعات القليلة القادمة. وإن شاء الله ما سيحدث هيكون أمام حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى منصات النادي الأهلي الرسمية. وبالتالي الحمد لله طمنا دلوقتي بشكل جيد، عرفنا أن الفرقة من الصبح الحقيقة الله يكون في عون اللاعبين من الصبح لغاية دلوقتي عندهم أو قاعدين في المطار ومرهقين جدا، عشان كده تدخل سيادة السفير مع دكتور مهند مجدي مع كابتن خالد بيبو
وطبعا متابعه دائمه من الكابتن محمود الخطيبه ومجلس اداره النادي الاهلي لكل هذه الاحداث. ده الحمد لله، اعتقد الامور يعني واضحه. الكاف على فكره يعني استكمالا لكلام الدكتور مهند، الكاف في الحالات دي وبيبقى دايما في اللوائح بتاعته حاطط الامور المتعلقه بالطيران الداخلي وبعد مسافه الملعب عن اذا كان الملعب في مكان بعيد عن العاصمه، ولو المفروض الفريق اللي بيستضيف النادي الاهلي او اللي بيستضيف اي فريق هو اللي بيبقى بيسهل الاجراءات دي، ولو في اي امور خارجه عن الاراده ممكن الكاف بيتدخل ويبقى فيه قرارات تخص التاجيل. وزي ما حضرتك قلت كده المثال بتاع مباراه شباب بلوزداد، واعتقد كان في مباريات كتيره جدا الكاف كان بيتدخل عشان خاطر ياجلها بسبب ظروف الطقس او ظروف الطيران او اي ظروف اخرى يعني، او حالات الملعب نفسها. ف يعني كده احنا اعتقد الصوره واضحه بالكامل، الناس كلها تطمن مفيش اي حاجه. يعني اسوأ حاجه احنا بنتكلم فيها حاليا يعني في الوضع الراهن احنا، بس اسوأ حاجه بنتكلم فيها الماتش هيبقى الجمعه ولا السبت كمصلحه النادي الاهلي ان احنا، ولكن اي امور ثانيه خلاص البعثه بخير وامورنا بخير ومفيش اي حاجه حصلت. هي اساسا الحمد لله كل حاجه كانت الطياره واقفه، مفيش اي حاجه زي ما كان بيان النادي الاهلي واضح، المعده كانت بتتحرك فخبطت في الطائره وبالتالي تم الغاء القرار اللي تم الغاء التصريح السفر. يعني امور واضحه جدا الحمد لله، كل اللاعبين بخير، كل الامور جيده، بعض الارهاق ولكن ده يعني طبيعي. ان شاء الله ان شاء الله. هو الراجل كان صوته مرهق قوي في التليفون. مين؟ دكتور مهند طبعا. يعني واضح اليوم كان قد ايه صعب وطويل، ربنا يكون في عونه. هو كمان لسه واضح ان هو هيشتغل على التقرير، يعني اللعيبه هتنام وهو مكمل. لا طبعا عشان التقرير اكيد الاهلي هيستند اليه في مخاطبه الاتحاد الافريقي لتاجيل المباراه، فربنا يكون في عونه وفي عون اللعيبه. وفي واحد مهم جدا ربنا يكون في عونه احنا ما جبناش سيرته خالص، الحاج عامر حسين. هو اكتر واحد هيزعل جدا من لما يرجع من التاجيلات لما نخلص من المباراه. لسه تصريح اهو طالع ان هو يعني هيأجل مباراه الاهلي البلديه لو المباراه دي اتاجلت عشان خاطر مباراه الجمعه الجايه. فهو حاج عامر حسين برده متابع، تفاعل مع الموقف على طول لازم برده على طول تليفونه برده 24 ساعه شغال. هو هيعمل ايه الراجل؟ ما هو لازم شايف كل هذه الامور. حاج عامر حسين عايز السنه تبقى 600 يوم مثلا عشان يلحق يخلص. ما هو حد بيسالني بيقول لي الدوري اللي جاي هيتلعب امتى وازاي؟ قلت له ولا حاجه، احنا ممكن نبدا يعني الدوري الجاي في ميعاده الطبيعي ونأجل القديم معاه، نكمل القديم معاه. قال لي ازاي؟ قلت له نكمل القديم معاه، ده اسبوع وده اسبوع، او يعني نلعب ماتشين في الاسبوع، ماتش يوم الجمعه وماتش يوم الاثنين. على فكره دي من الحاجات اللي كنا مجهزينها في الحلقه النهارده كابتن اسلام، يعني طبعا يعني اختلفت لكن كنا بنتكلم عن الموضوع ده كابتن. احنا هنلعب نهائي كاس بتاع السنه اللي فاتت. لا انتوا رزق، انتوا الاثنين رزق دايما معايا، الحلقه بتطول. يمكن انا لوحدي قبل كده معايا محمد جمال، انا بتاع الكوره. لكن الحمد لله طمنا على البعثة، طمنا على اللي بيحصل، طمنا على كل الأمور، وبالتالي هو الأهم بالنسبة لنا ان احنا نطمن على بعثة النادي الأهلي. كل الأمور اللي انتوا كاتبينها دي تؤجل بقى للمباريات للأيام القادمة، ولكن مرة تانية زي ما حضراتكم في آخر هذه الحلقة خليني اشكر ضيوفي الاول وبعد كده اقول لكم ايه اللي حصل. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام. شكرا كابتن اسلام. واسفين جدا على طبعا. لا بالعكس، احنا نتكلموا في اهم حاجه ان احنا نطمن على بعثه النادي الاهلي، وكل حاجه مش مهم، المهم نكسب ونشتغل تاني بعد كده على المكسب والمباريات اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا صبري واسفين جدا. حبيبي كابتن. شكرا جزيلا. الحمد لله. زي ما قلت لحضراتكم، بس خليني اشرح لحضراتكم الساعتين ثلاثه اللي فاتوا حصل فيهم ايه. منذ بدايه او من الصباح كان هناك عطل فني يخص طائره النادي الاهلي، فانتظرت الطائره في المطار حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، وتم تاجيل صعود او التيك اوف بتاع الطياره حتى الساعه الثانيه ظهرا او الساعه الثالثه ظهرا، وبعد كده الطياره خدت طريقها الى مطار اكرا. ولما نزلت في مطار أكرا علشان يتم تزويدها بالوقود كان من المفترض أن ده يخلص في نص ساعة ساعة بالكتير، الطيارة قعدت 4 ساعات، وبسبب عطل فني آخر وبسبب اصطدام إحدى المعدات الخاصة بنقل الطائرة تم تأجيل سفر النادي الأهلي من أكرا إلى كوماسي إلى وقت لاحق. هيكون إمتى هنشرح لحضراتكم أو هيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات القليلة القادمة من خلال منصات النادي الأهلي المختلفة الرسمية المختلفة. اللي هيحصل بعد كده، هل النادي الأهلي بيطالب بتأجيل
المباراة لمدة 24 ساعة نظرا للأحداث اللي بتحصل دلوقتي. وهناك أمثلة زي ما قلتها لحضراتكم حدثت في قبل كده علشان يتم تأجيل المباراة. وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر غدا صباحا أو خلال الساعات القليلة القادمة ماذا سيحدث مع بعثة النادي الأهلي. هل سيتم تأجيل المباراة؟ هل المباراة هتلعب في ميعادها؟ هل اللاعبين هل السفر هيكون بكرة صباحا أو بكرة مساء؟ تمرين هيكون في غانا في أكرا ولا في كوماسي؟ كل ده هنعرفه من خلال منصات النادي الأهلي الرسمية عندما يتم الإعلان عنه في الفترة أو الساعات القليلة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع. إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم مع بداية الأسبوع القادم وحلقات جديدة من البيت الكبير.